عند الناس تكاد تكون منعدمة. ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي. وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة. وقفة احتجاجية ضد الجهل. وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع. عندي مشكلة الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش. تالي علاج بالليزر، علاج تجميل. الطول والعرض والعمق والحركة الديناميكية، الأبعاد الأربعة اللي بيستخدمها النحت الديناميكي أو رباعي، الأبعاد اللي ابتكروا الطبيب الكولومبي ألفريدو هويس واعتمدوا واعتمد عليه أكبر أطباء التجميل في أوروبا وأمريكا في الآونة الأخيرة. العمر والجنس ونوع الجسم وحركة العضلات وتوقع فقدان الوزن وعلامات ما بعد الحمل أو الندبات السابقة وشكل العضلات في حالة الحركة مش بس في حالة السكون، كل دي اعتبارات دقيقة بيشتغل عليها النحت الديناميكي للجسم، واللي بيخليه يضمن أكتر من أي تقنية تانية شكل جسم متناسق وطبيعي، واللي بيخليه في الصدارة في العالم كله حالياً من تقنيات نحت الجسم الحديثة. أهلا بكم، هذا حوار extraordinary. يعني بصوا، الغرب تقدم عنا في حاجة. أنا في رأيي، معلش اعذروني، في رعاية الراجل للست بتاعته احنا محتاجين نتعلمها، محتاجين نتقدم كتير قوي في حتة ان الراجل يحب يشوف مراته حلوة، والعكس ان الست تحرص على ان جوزها يكون ايديال، من غير بقى الاسلوب الايه اللي هو اللوام. لا، ست جوزها فيه عنده ترهلات، فيه مشكلة مضايقاها في شكله، هي شيء عايزة يبقى أفضل، هتاخده من إيده زي ما بيقولوا وهتروح لجراحة التجميل. هو نفس الكلام، الكلام ده في أوروبا، في أمريكا متقدم جدا. هنا إحنا لسه بنقول يا هادي زي ما بيقولوا، لسه قدامنا طريقة. أحكي لكم قصة حتى تعرفوها. يعني مثلا ماتلوك ده جراح تجميل، اتعرف بست اسمها فيرونيكا وبدأت علاقة عاطفية بينهم وبين بعض، وبدأ ماتلوك ده الجراح التجميل يعمل لفيرونيكا كل العمليات التجميلية. ده يعني ده بقى من زي ما بيقولوا الموضوع في بيتنا، اللي شايفها هتكون لصالحها حتى تصل لأجمل شكل ممكن هو شايفه. هنا هو قام بالدورين، قام بدور جراح تجميل وفي نفس الوقت قام بدور الحبيب والزوج، اللي احنا يعني 2 في 1. يا حظك يا ست فيرونيكا. ووصل في الاخر الى مظهر رائع للغاية ليها، وطبعا هو كمان واضح انه رياضي ومهتم بشكله جدا. دي علاقة رائعة، علاقة التوحد، ان انا شايف حياتي كلها هي مراتي، هي الانسان اللي بحبها، هي حبيبتي، هي الحياة كلها، فببصش برا. مش يبقى انا يعني مرتبط بواحدة وعايش حياتي برا، لا، هي حياتي في كل حاجة، هي اللي انا بسعى انها تكون اجمل، هي اللي انا بوجه اهتمامي بيها، هي كل حاجة انا شايفها. وست متجاوبة، فده شيء رائع جدا. تعالوا النهاردة نفهم عندما يتوحد فكر هذا الثلاثي، الست او الراجل والكابل وجراح التجميل، ونوصل للنتيجة في الاخر عامله ازاي، خصوصا في ما يسمى بالترهلات، وخصوصا في الدفوهات، وخصوصا في مشاكل الجسم. تعالوا النهارده في الحوار هيكون ممتع اكيد اكيد مع ضيفي العزيز، قمه علميه كبيره واسم كبير في عالم جراحه التجميل، وبيمتعني جدا بحواره اللي دائما له ابعاد انسانيه وله ابعاد كلينيكيه، بيحكي لي اللي بيحصل عنده في المركز باستمرار. النهارده نستمتع بحوار مع الاسم الكبير في عالم جراحة التجميل، أستاذ الدكتور حاتم الصحاري. أي عيان بيعمل عملية في وشه بيبص على وشه في المراية 300 مرة في اليوم. أنا
عمليه تصليح انف بالجراحه المفتوحه او بالجراحه المغلقه، ولا الحق للمريض انه يعرف الفرق بين الاثنين؟ احسن حاجه موجوده في العالم دلوقتي هي الدهون. لماذا اصبحت ترهلات الجسد بهذه الدرجه من الانتشار؟ كانت 50% بقت 80%، 30% زياده دول سببهم العمليات السمنه اللي اتعملت. الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز الأستاذ دكتور حاتم الصحار، أهلا بك يا دكتور حاتم. منور الدكتور. ربنا يخليك. عايز بقى أبدأ معاك كده الحوار بحتة سخنة كده. قول. بص بقى كلامك ممتاز صراحة. اليومين دول في رجاله نصكم بصراحه، يعني بص ليه متجوز واحده وعارف عليها واحده واثنين وثلاثه واربعه، اوكي راجل مش كويس، صح ولا مش صح؟ هو ما بقاش موجود دلوقتي، هو مش هيقدر يعني، بقى خلاص نفسه بتتسد. والله العظيم. طب كمل ماشي. وتيجي تلومه يقول لك اصل هي فيها وما فيها يعني وهكذا وترهلت وبتاع. ليه احنا عندنا نقص في حته الاهتمام بتاع الراجل بالست، وخصوصا بعد الحمل والولاده والطلاق؟ والله مؤخرا مش هضحك عليك، دايما بيجي لي ناس كتير قوي يعني الراجل ومراته، الراجل بيقول لي بص انا عاوز طلبات كذا وكذا 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 وكذا، يعني بيملي لسته. انا بكلمك بجد بقى، ده حصلت يعني او مش بتاع يعني بقت بتحصل. الكلام ده كانش موجود زمان. زي الراجل الطيب ده. الراجل الطيب ده عمل شغل كويس يعني. عمل شغل كويس. زميل عزيز يعني. زميل عزيز. السراكة على القماشة اللي معاه. طب ايه اللي بيحصل في القماشة؟ ايه اللي بيحصل بعد جراحات السمنة مثلا؟ ده هنتكلم واحدة واحدة. الكلمة النحت الديناميكي لما كانت معروفة للناس اللي هي ما عملتش جراحات سمنة ولا اي حاجة، مجرد وزنه طبيعي بس البروبورشنز او مقاييس الجسم بتاعته مش مظبوطة. طيب الناس اللي هي مليانة اللي وزنها زائد دي ملهاش نحت ديناميكي، دي ليها عمليات سمنه، ليها تكميم او تحويل مسار او تكميم، ليها الانواع المختلفه اللي بيقوم بيها دكتور تحويل مسار وسمنه. ده رقم واحد. والنبي اتكل الحته دي. يعني انا ما اعرفش اعمل العمليات دي، شوف انا دكتور تجميل ما بعرفش اعمل عمليات تكميم وتحويل مسار وليس اختصاصي. يعني ما ينفعش جراح اورام يعمل عمليات تحويل مسار والحاجات دي، وما ينفعش جراح تجميل يعمل الكلام ده كله، وما ينفعش جراح تكميم وتحويل مسار يشتغل تجميل شفت ونحت ديناميكي. ما ينفعش ميكانيكي يعمل سمكره ولا سمكره يعملها ميكانيكي. سبيشاليست الناس اللي بتعمل جامبنج على الاذر سبيشال ارجوكم اتلموا، لان في حاجه هقول لك كمان، ان العيان المصري او يعني المريض المصري بيحب يطلب دكتور واحد بس هو اللي يعمل له كل حاجه. هي مش مركز صيانه، يعني هي مش مركز صيانه والله العظيم. حد في مركز الصيانه والله؟ وحتى لما هو مركز صيانه بيبقى عنده زي كانها مستشفى فيها جميع التخصصات. كويس، كل واحد بيعمل حاجه ايه معينه. هو انا بعمل مع دكتور سين فلان، عملت معاه تكميم، كان عامل معاه التجميل بقى. لا هي ما ينفعش. يعني هو كل واحد ليه تخصص معين، الراجل مشكور انا عمل لك التكميم او تحويل المسار. المهم اولا العيان ده خس او العيانه دي خست كميات كبيره مره واحده. كويس، عملت دي جميلة جدا اللي هي بتنقص صحة مريض. خلصنا من موضوع الصحة، يفضل موضوع الشكل بيبقى فيه مشكلتين. المشكلة الأولانية الترهلات الفظيعة اللي موجودة في أماكن كتير. المشكلة التانية نقص الدهون في أماكن كنت عاوز فيها الدهون. يعني هي بتبقى المشكلة كومبايند. رقم واحد زي ما اتفقنا ما ينفعش الجراح ده يعمل الشغل، الجراح التكميم يعمل الشغل ده. رقم اتنين مفيش عيان زي التاني. الباترن او شكل الترهلات بتفرق من عيان لعيان اخر. الباترن هو الاسلوب اللي حصل بالترهلات. يعني مثلا في ناس بيبقى عندهم مثلا مشكله في الافخاذ، في ناس بيبقى عندهم مشكله الدراعات اقوى، الباترن مختلف. تاني حاجه شده الترهلات لهؤلاء العيانين بيختلف تماما عن شده الترهلات العاديه، لان شده الترهلات دي بتعتمد على رسمه معينه في اماكن مرتبطه ببعضها. يعني مثلا الدراع بالسد بالوصل اللي بين الدراع والسد دي قصه لوحدها، البطن بالظهر بالمؤخره حاجه ثانيه، الافخاد مع جناب الافخاد ده موضوع ثالث. دي رقم اثنين. يبقى اذا كل واحد ليه باترن معين، الباترن ده ليه تعامل
معين. تالت حاجة نشوفها، نشوف أماكن اللي فيها دهون موجودة لسه هي إيه، عشان أقدر استغلها وأحقنها في أماكن أخرى زي الوش، زي المؤخرة، الأماكن اللي فقد منها الإيه؟ الدهون. رقم أربعة ودي أهم حاجة، ما ينفعش كل ده يتعمل في مرة واحدة. ما ينفعش كل ده يتعمل في مرة واحدة. ما ينفعش كل ده يتعمل في مرة واحدة. كويس، ثلاث مرات اهو. طب ما هو طالما انت قلت الحكايه دي ثلاث كلمات لازم اسال سؤال. طب الناس اللي بتروج انها ممكن تعمل توتال بودي ليفت او شد بطني كامل مره واحده، بيهدفوا لايه وازاي بيعملوها لو كانوا بيعملوها فعلا؟ طب نتكلم واحده واحده. المشكله دي بقى بتقابلني كتير قوي في عينين في العياده، تيجي تقول لي انا عاوز اعمل كل ده مره واحده. يا دكتور ما عنديش وقت، عاوز اخلص. كلمه عاوز ايه؟ اخلص او خلصني من الموضوع ده. ولا اكيد اللي حصل ده ما حصلش في يوم واحد عشان خلصوك في يوم واحد. ثالث حاجه لمصلحتك انت لسببين. السبب الاولاني المحافظه على صحتك. لما انا اعمل حته حته الالتئام بتاعك هيبقى احسن لما اضربك في كذا ايه؟ مكان. يعني انت لما تبقى عندك التئام هنا والتئام هنا والتئام هنا، جسمك مش هيلاح على كل ايه؟ ده غير مركز في حته واحده. طب خدي بقى المعلومه الثانيه. انا لو عملت مثلا سي بطنك وثديك وسبت دراعات والافخاد في مخاطك مثلا يعني. طب انت هتحكمي على شغلي، عندك الاوبشن بعد كده لو ما عجبكيش شغلي تروح للجراح ايه تاني. يعني انا اللي بلعب بايه؟ باسمي مش انتي. بالعكس انا من مصلحتك، من مصلحتنا ان اعملك كله مره ايه واحده، تلمي ما تلميش مش فارقه معايا. النتيجه عجبتك مش عجبتك خلاص انا عملتك كل حاجه. انت فهمت القصه ماشيه ازاي؟ فالعيال لما بتيجي تكلمه بهذا المنطق بيبتدي يقتنع. يبتدي ان مصلحتي ان انا امشي واحده ايه. ده من ناحيه العيان اللي بيروج لده صعب. ما ينفعش يا جماعه، ما هو ربنا يعرفه بالعقل بالمنطق. دبلوماسي. والله العظيم ما عايز تقول لي دبلوماسي. اللي بيروج ده ده هدفه ايه؟ حرام. حرام ماشي، حرام تمام. بس يعني كلمه حرام يعني اتس اوكي، يعني كفايه قوي كلمه حرام. اوكي نيجي بقى على الجزء الاخير. ده اهم حاجه، هنخش نشتغل اكتر. لو احنا اتكلمنا على المناطق اللي بيحصل فيها تغيرات، هذه النسب هقولها عالميه. اكتر مكان بيحصل تغيرات البطن، رقم واحد. يعني في 90% من الناس اللي عملت تكميم بيبقى عندهم مشكله بطن. 90% يليها الذراعات. كويس. يليها الذراعات، دي مشكله الذراعات. يليها الذراعين. انا اسف يعني انت عارف ان كلوس كان انجليزي عربي فبيبقى عندها اللغه العربيه بنقول الذراعات. الذراعين هم هو الناس ما عندهمش يعني مش اخطبوط، هو ذراعين. تاني حاجه الفخذين. اوكي يعني جايبه الترتيب. الثدي دي موضوع تاني مختلف لوحده. بين الثدي يعني لو هو سيروبي يحتاج سيليكون وغفا، ده موضوع الثدي لوحده. خلينا نتكلم في البادي نفسه. البطن والظهر هما مرايه، وجهين للعمله، والوسطى وحاز العمله. لازم اتاكد ان الظهر ما فيهوش ترهلات عشان اعرف ارسم وسط. فبنعمل البطن غالبا مع الظهر غالبا. شد البطن عمليه بسيطه، جرحه في البكيني ايه؟ لاين. نفس الحكايه الزغارات، كان جرح هنا موجود في الدراع من جوه عشان ما يسيبش اثر والكلام ده كله، الافخاد من الداخل لحد ما ظهر الاختراع اللي بقاله 9 شهور هو جي بلازما. هذا الاختراع عمل نقله انت مش متخيل عمل نقله عامله ازاي. كانت دايما مشكله العينين الترهلات دول، انا مش عاوز يتحط فيا جرح، مش عاوز يبقى فيا جروح خالص. في مناطق الجروح فيها بتاخد وقت قبل ما تختفي زي الزراعات والافخاد. طب الناس دي بيبقى مشكلتها انها عندها تغيرات كبيره. في منهم تغيرات متوسطه، اختاروا جهاز جي بلازما، ده جهاز راديو فريكوانسي. حتى لو عامله تكميم لازم اخش في المنطقه اللي انا عاوز اشتغل فيها، اشفط برضو عشان الجهاز ده يشتغل دايركت على الجلد من جوه. وظيفته بموجات معينه انه بيسخن الجلد، اكنك الجلد ده الماده الاساسيه فيه كولاجين والاستين، يغض تاني. طب يا دكتور ده انا دراعي واصل لحد تحت بسبب انا مثلا كنت 180 190 كيلو وطيبه، خسيت حد وصلت 80 70 كيلو، شوف طلعت عامله ازاي، الجهاز يشدها. طب يا ست الكل، احنا لو عملنا عمليه شد عاديه شد عاديه خالص، هيبقى في جرح من هنا ومكمل تحت القبط. طيب لو عملنا بالجي بلازما ده في البطن، لو عملنا بالجي بلازما هو نفس الجهاز، هو ده اللي بتشوفه قدامك وده اللي شغال بيه مستر زمان، كنت معاه في نيويورك من اسبوع. كويس. وده كنا بنعرض النتائج هنا في مصر ونتائج هو في امريكا. ان كنا خايفين من اختلاف الجنس، الريس، الجلد بيفرق. الجلد بيفرق. انا جربت هنا على نوعيات مختلفه. من اول اسوان، ناس من اسوان جلد يعني سميك شويه،
يعني اسال البيض المتوسطين درجه عشان اشوف درجه الجلد. نفس بشفط الدهون الاول ما تبقى من الدهون عشان الجهاز يقدر يشتغل على الجلد من جوه على طول دايركتلي. وبدخل الجهاز. مفيش يعني المنطقه بتاخد مثلا من نص ل 40 دقيقه الدراع الواحد. النتيجه اون ذا سبوت 50% شد بيحصل للجلد. طيب الترهلات المتوسطه والبسيطه اتعالجت تماما. بتتحسن مع الوقت بدون ما يبقى فيه ندبه. كلمه ندبه. طيب الترهلات الشديده. الترهلات الشديده بيبقى قصه تانية. الهدف من هذه العمليه حاجه من الاثنين، يا اما هيشدك 100% اتس اوكي، يا اما هيقلل الجرح لواحد على 10 من الجرح اللي كان المفروض يتعمل. يعني انا لو هشد الجرح هيبقى جرح من اول هنا لحد هنا وتحت القبط. طيب انا لو عملت بتجيب لازمه في مرحله اولانيه مش هحتاج الجرح ده، وهيبقى مجرد جرح 4 سنتي تحت القبط يشد بقيه جدا لو بقى ترهل. فتجيب لازمه لما طلع غير مفاهيم كتير قوي في الطب. بقى عمليات النحت الديناميكي للناس اللي فقدت وزن كبير بقت عمليات قليله الجروح او قليله الندبات. ليس سكارز. يجي على منطقه البطن. ليس سكارز يعني عمليات تقل فيها احداث ندبه. بالظبط. ندبه يعني جرح. لانه مشكله الجرح هي المشكله اللي بتضايق. انا مش عاوز حد يعرف ان انا عامله عمليه، عاوز يبان جسم طبيعي. انا كان عندي بنت والله العظيم. البنت دي كانت عامله تكميم وعملت ثدي وبطن. وكانت متضايقه من شكل الجوحه، مش عامله عندي، كانت عامله وجت كده. فجات لي تعمل ظهرها وتعمل جرح. كان قبل تجيب بلازما، كان من سنه. المهم هي البنت مصريه بس مش قاعده في مصر. جينا وصلنا واحنا المستشفى وجينا من العمليه لقيتها بتعيط. قلت لها ايه؟ هي انا يمكن مامتها اعرفها من زمان، صديقه يعني، اعرف البنت واعرف باباها والكلام ده كله. فقالت لي انا مش عاوز يبقى فيها جروح تاني. كويس، ممكن يبقى جرحها بسيط ومش مأثر فيها. فقلت لها طب اقول لك ايه؟ يلا نقعد على اي كافيه نشرب حاجه، بلا عمليه بقى نيله، يلا ايه نروح. بعد ما رجعت من امريكا اول مره ما شفت زموره من 6 شهور اتصلت بيها. قلت لها بقول لك ايه؟ حلك بقى ايه؟ الجيب لازمه. الجيب لازمه، انت مش عاوز جروح؟ انا هنشد 70 80% بدون ما يتحط فيكي جرح واحد. انت لا تتخيل البنت لسه مروحه امبارح. يعني هو لازم نقدر احساس المريضه، احساس المريضه بيكون مختلف عن كلامنا الطبي. انا بحلف بالله انت لو تتخيل ان عينيها كانت يعني الدموع فيها من النتيجه مش مصدقه. لا وكمان احساسها بالخوف من الجرح. من الجرح. فحتى بقول لها بص يا اكس فلان ان انت احنا كده اديني 50% نتيجه. عاوزين انا السفريه مش قاعده في القاهره، مش قاعده في مصر، قاعده في دوله عربيه. تصوري لي صور متتابعه عشان اتابع معاكي، وبعد 3 شهور هنحكم على النتيجه النهائيه. حتى لو فضل في ترهل بسيط هيبقى تحت القبط. ده كان بالنسبه لشد الدراعات، لشد الافخاد. نفس الكلام كان عباره عن حرف تي، جرح بالطول زي بالظبط في حزه البنطلون الداخلي وحرف في البيكيني لاين من فوق. هذا الجرح بيختفي وبيشد ناس ترهلات كتير. لما اخترع الجي بلازما اختراع، لو ترهلات بسيطه متوسطه بتختفي تماما، لو ترهلات شديده بيشيل الجزء الفيرتيكال تماما، بيشيل الجزء اللي هو الجرح اللي بالطول. لو فضل بيبقى جرح بسيط في البيكيني لاين من فوق. فانت لما تقل كميه الجروح باستخدام هذا الجهاز الجي بلازما ل 90% ما بيبقاش في جروح، انت عملت انجاز. التريكات في شغله كتير. امتى تحس ان توقف؟ وانت تزود، وانت تزود الانتنستي. ما هو عباره عن درجات. كويس، تشد ايه وما تشدش ايه. الناس فاكره ان بضرب الترهل بس، لا انا بضرب كمان فوق. ان الجلد كله سيركل واحده عشان اشد الدراع. ده ترهلات متوسطه. كويس، لما تشدت وهمين. على فكره النتيجه دي بعد يومين. جت بقى الناس اللي اكتر، الناس دي اللي بتعمل تكميم بيبقى 30 و40 سنه. بيبان وشه بعد عمليات تكميم، استرد صحته، بس بسبب فقدان الدهون او فقدان الوزن الكبير بيحصل له ترهلات في الرقبه، بيبان سنه. دايما بيقول لي انا عندي مشكله، انا خايف من عمليه التكميم، انا مش عاوز ابان ان انا عجوز او انا اكبر في السن. طيب وهعمل عمليه شد وانا عندي 40 سنه ولا 35 سنه؟ هروح اعمل عمليه شد ولا انا عندي 25 سنه يبان عندي سن 40 سنه واروح اعمل عمليه شد؟ لا، بقى في حلين. بقى عندنا مشكله الدق او الرقبه
ومشكله الوش. مشكله الوش ما بتتلقى من الدهون، واحنا بنعمل اي عمليه من دول بناخد دهون ونحقنها في الوش. الغقبه نفسها بقى حلها بسيط جدا، نفس الفتحه. وعلى فكره هو اول ما اشتغل الجيب لازمه اشتغل على الغقبه. نتيجه وهميه وهميه انت مش متخيل. انا هقول لك اتعامل على الناس مش فقدان وزن، اتعامل على الناس ليه 70 80 سنه. انت لو شفتها بعد العمليه هتتكلم في واحد 40 سنه كغقبه. وخلي بالك غقبه من الساينز المهمه جدا. هو ده على فكره العيانه صحيه صحيه، وده الجهاز، هو جهاز كده مسدس وانا عمال مجرد بسخن وبشد الجلد، هو اللون اللي بيطلع ده. لو شفت النتائج وهميه، العيانه صحيه وكل حاجه، الجلد اتشد 50 أو 70% من النتيجه بتبان اون ذا سبوت بعد العمليه دايركتلي. الباقي بيبان على مدار الوقت، اسبوعين ثلاثه شهر شهرين على حسب كميه الايه الترهلات. انما لما واحده عندها 70 سنه تبان ان هي عندها 40 سنه، او واحد كان عامل عمليه تكميم وكان عنده 20 سنه لما عمل عمليه تكميم وش وقع ورقبته وقعت بقى شكله عامل عنده 40 50 سنه، ترجعه تاني لسنه ويبقى خس وزنه ويرجع لسنه ووشه، ده انجاز. طيب معظم الصور اللي احنا شفناها دي هي برضو ال 80%. وانا هجيب لك صور يعني ان شاء الله المره الجايه ان ايجيبت بمختلف اشكال، وهجيب لك الصور ثلاث انواع، بيفور انترال هي جوه اوضه العمليات، وبوست بوست بعد اسبوع، وبعد بوست بعد اسبوع عشان الناس تشوفوا التطور ماشي ازاي. واقوى منطقتين هجيبهم لك هي البطن، الذراعات والافخاد، لان البطن فيها مشكله في الجي بلازما. لو في ضعف في العضلات هذا الجهاز بيشدش عضلات، ومعظم الحالات فيها ضعف، فيها ضعف العضلات اغلبيتهم 80%. واغلبيه شد البطن بيبقى في البيكيني لاين، ما فيش جرح وبيسيبش علامه ولا الدنيا بتبقى كويسه. انما الستات اللي مثلا عندهم ترهلات بس ما عندهاش ضعف العضلات لا تستخدم. يعني اذا انتوا يعني واضح بقى انه تركه الترهلات اتوزعت، الدراعات والافخاد بقت خلاص راحت للجيب لازمه مانلي، البطن بينه ما زالت على حسب على شد يعني مثلا اللي عملت تكميم وتحميل مسار مثلا وهي عندها مثلا 5 6 عيال اكيد بقى عضلاتها ضعيفه فخلاص طب انا هستخدم معاها جهاز ليه؟ ما هي السوان شد يعني لازم اعمل شد العضلات. طب بنت صغيره عندها 20 سنه ما اتجوزتش وعملت تكميم وتحويل مسار شد البطن، اقوى منطقه جاب فيها نتيجه مش هتخيلها هي ايه؟ ايه بقى؟ الباك رولز اللي هي ما تحت حز البغاوه. كانت منطقه رخمه دي، رخمه جدا، مهما تشفط فيزا ويشد وكده تحت في ظهر الظهر اللي هم عارفينها تلاقي ايه؟ تنيتين 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 عاملين زي الستاره كده ويبانوا اكتر بعد تخلط. كان المشكله في الشد بتاعهم ده بقى في الجرح، الجرح بيسيب لون مش حلو. وكنت كتير قوي برفض العيان يعني بوري العيان شكل الجروح قبل العمليه اوكي، فالقصه كلها يقول لي لا هنعيش بيهم ايه؟ دول يعني 70-80% بيتشدوا. غير كده بقى مستر جيب لازم حاجه مهمه جدا. هي مش عمليه. يعني ايه مش عمليه؟ مفيش جرح، مفيش فقدان دم. فانت ممكن تعمل اكتر من منطقه اللي انت كنت بتتكلم عليه بقى في الاول. في مره واحده. بشرط ان العيان فت. بس مش كل الجسم، انا قلت اكتر من منطقه مش كل الايه؟ الجسم. عشان في حاجات بتبطل، يعني مثلا بعمل دراعات دايما مع الضخ. الدراعات دايما بتعمل مع الايه؟ مع الباك وولز بتاعت الضخ دي. مع جنب الصدر بتعمل. طيب في سؤال هنا هتسمعه من هاني عفيفي خاص بعد العمليه، هل مطلوب من العين حاجه بعد العمليه؟ ده سؤال هاني عفيفي، تعالوا نسمعه مع بعض. مميزات عديده لتقنيه نحت الجسم الديناميكي او رباعي الابعاد، اهمها استخدامها للطول والعرض والعمق والحركه الديناميكيه اللي بيخليه يعيد تشكيل وتنسيق منحنيات وعضلات الجسم الطبيعية، لأنه بيعيد بدقة شديدة توزيع الدهون في الجسم للوصول للشكل المطلوب. كمان الأمان من الإضرار بالأوعية الدموية أو الجلد أثناء إزالة الدهون من الطبقات العميقة، والأمان من أي خطر نزيف أو فقدان دم. ومن أهم مميزات التقنية دي إنها إجراء طبي، ليست عملية جراحية تقليدية. وأهم مميزات الإجراء الطبي ده قصر وقت العملية وكمان قصر فترة النقاهة. على أكثر من 50,000 حالة وضعت تحت المراقبة في أوروبا وأمريكا في عدد من الدراسات، لم يتم تسجيل أي مضاعفات أو آثار سلبية بعد عملية نحت الجسم الديناميكي.
فإيه هي أهم تعليمات الطبيب عن نمط الحياة والنظام الغذائي لمريضه بعد إجراء عملية نحت الجسم الديناميكي للحفاظ على كل هذه المميزات والنتائج الإيجابية المكتسبة منها؟ سؤال طويل، بس هو هنا بيسأل على هقول عن إيه بعد العملية. بعد عملية النحت وبعد الجيب لازمة برضو هو نفس الكلام. في كلمتين يتقالوا، منقسم المريض لحاجتين لفترتين. أول أسبوعين ممنوع دايت، ممنوع أول أسبوعين ممنوع دايت، اشرب سوائل كتير، اتحرك كتير. بعد أسبوعين انسى اللي كنت فيه ده في الآخر، في دايت. وكلمة دايت مش معناها تخس، على الأقل لو سمحت حافظ على احنا ايه عملناه ومارس رياضة. الأهم من تعمل دايت مارس رياضة، اشرب مية وش ما لا سواء دي الميه دي اهم حاجه، سواء عملت ما عملتش الميه دي اهم مهمه جدا. انت مش متخيل الميه بتعمل ايه، انما هم دول التعليمتين المهمين. انما اصلا ما فيش كير على الجروح، ما فيش مش عارف ايه. حاجه تانية اللي هي ملحوظه بس، الحمى ملوش دعوه خالص بالجروح، يعني الناس تتحمى عادي تقلع. يعني الناس دايما في فكره، بكلم بجد، انا بكلم والله العظيم، انا المعلومه دي اهم سؤال، اهم اللي انت قلته ده. انت بتضحك؟ هو في ناس ما بتستحماش بعد ما بتيجي تستنى مثلا تيجي تقولها اول متابعه بعد اسبوع، تفضل زي ما هي لحد اسبوع. انا بكلمك على الكلام ده، فانا ابتديت اقول الاستحمام طبيعي، فكي واستحمي بقى نحط الرياضه تاني. ده يعني ساعات الناس بتسيب الجرح ما تشوفش تستحمى ميه وصابون عادي. الميه والصابون انضف حاجه طبعا للجروح. يا دكتور عرضوا الميه ازاي؟ عرضوا الميه يعني هو بيجادلك في الموضوع. لا، الميه حلوه مش وحشه، الميه حلو، running water is good. صدق انا ما خطرش على بالي اسالك السؤال ده. طب سالت انا جبت حاجه من الاسداد ده من الشغل. انا بجيب حاجات من الايه؟ لا، الناس في دماغها حاجات معتقدات ثابته. معتقدات ثابته يا جماعه، الميه بتبوظ الجرح، بتحافظ على الجرح. يعني خايفه تنزل الميه الجرح يفتح، خايفه تتحرك الجرح يفتح. يفتح ايه؟ هي مش لازقينه بسلوتيب؟ يعني انا مش حاطه بسلوتيب والله العظيم، يعني الجرح يفتح ايه بس يا ست الكل؟ لسه حد بيقول لك اعمل لي خياطه بالليزر. خياطه بالليزر ده في مين اخترعها؟ ايه؟ مين اخترعها؟ هو في حاجه اسمها خياطه بالليزر؟ هو بص على حاجه، الخياطه اللي من تحت الجلد بيبقى فيها قطعتين من بره بيسموها خياطه بالليزر. وبعدين بقى بيدفنوا الغرز جوه، فبقاش فيه اثر لاي ايه؟ خيط. بس مفيش اي جهاز ليزر في الليله. اتعمل مره 3 شهور في امريكا. واتمنع بعديها. انت مش متخيل الندبه اللي بيسيبها بيعمل ايه؟ حرق مكانه. كويس، كان بيسخن الجلد ولا تقم. اللي طلع جديد بقى السوسته. السوسته دي بقى السوسته بتتقفل. بتاع كده يعني، بس هنتكلم عليها دي بقى. هنتكلم عليها في عايزين نعمل حلقه على الجروح. نعمل حلقه على الجروح. بالظبط. بعبع الناس، بعبع اي حد رايح يعمل جراحه تجميل الجرح، وخد يتردد في اجراء جراحه عشان الجرح، وبعد الجراحه ممكن يلوم الدكتور بسبب الجرح، وتحصل خناقه كبيره بسبب الجرح، ويدعي على فكره. معنى اقول كلمه بس، سبب الجرح خمس عوامل تؤثر على الجرح، اربعه من عند العيان واحده من عند الدكتور. اللي هم ايه؟ الاربعه اللي عند العيان، رقم واحد التدخين. التدخين الكحول. انا كنت هقولها لك. انا بكلمك على التدخين والالكحول. ثالث حاجه العنايه بالجرح واللي احنا قلناها الاستحمام والكلام ده كله. رقم اربعه جنرال هيلث والجينات. الجينات وجنرال هيلث بقى اللي هي بتاكل كويس. بايتامينز من عند الدكتور بقى. نعم. التكنيك، تقنيه القفل. بدليل ان في مناطق عندنا مهما عملنا فيها بتسيب علامه، زي حقنه البي سي جي بتاعت. خلينا نقف امام قصه برضو مهمه جدا، انه بعد عمليات التكميم وبعد عمليات تحويل المسار، البعبع والمخيف جدا عند الناس هي الترهلات. الترهلات هنا لازم اللي يعملها ويتعامل معها هو جراح تجميل. يا جماعة في فرق في التخصصات ما بين جراح سمنة وجراح تجميل. أرجوكم ما نخلطش الأمور. وجراح السمنة اللي فكر إن هو يعمل جراحات تجميل، ده بيسيء إلى جراحة السمنة وبيسيء إلى جراحة التجميل وبيسيء لنفسه طبعا وبيسيء للعيانين. ولازم العيان يبقى عنده ثقافة يقولوا لا يا باشا، انت جراح سمنه، انت جراح مناظير جهاز هضمي وسمنه، انت راجل بتعمل جراحات سمنه، بتعمل تكميم معده، بتعمل تحويل مسار، مالك انت ومال شفط الدهون؟ بالظبط. مالك انت ومال شفط الدهون؟
الكلام ده لازم يكون، والعكس برضو. العكس طبعا. جراح تجميل ما يفكرش، جراح اورام ده بتاع اورام ما يروحش يعمل جراحات سمنه. في حاجه سيكوباتيه في الموضوع ده، سيكوباتيه. نورت يا دكتور. ربنا يخليك حبيبي. الدكتور استاذ دكتور حاتم الصحار ضيفي العزيز، القيمه العلميه الكبيره، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكليه الطب، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق، والجمعيه المصريه لجراحات التجميل، ورئيس مجلس اداره مجموعه ايكون كلينيك، الاسم الكبير. كان ضيفي كالممتع دائما في واحده من اهم حلقاتنا. ويبقى الجي بلازما حوار لا ينتهي، لأنه تقنية هامة جدا وحديثة جدا ومؤثرة جدا الآن في عالم التجميل. خليكم دايما مع الدكتور. دراسة دنماركية حديثة أجريت على أكثر من 5500 رجل وامرأة، نشرت بالمجلة الدولية للصحة الجنسية، عن تأثير المخدرات والحياة غير الصحية على القدرة الجنسية. كشفت إن اجتماع استخدام المخدرات والتدخين والكحوليات وعدم ممارسة الرياضة بتزيد فرص الضعف الجنسي بدرجة تصل إلى 22 ضعف. والمشكلة إن المدمن بيعتقد خطأ في البداية إن المخدرات والكحوليات بتزيد القدرة الجنسية وبتقلل من التوتر، لكن الحقيقة إنه الإدمان بيسبب الضعف الجنسي، لأن المواد المخدرة بتؤدي إلى خفض هرمون الذكورة بالجسم وبتسبب تقلص ثم تصلب شرايين العضو الذكري، فلا تصل كمية كافية من الدم لحدوث الانتصاب واستمراره. أما عن التدخين فالنيكوتين بيسرع عملية تصلب الشرايين، ومن بينها طبعا شرايين الأضيب. اهلا بكم. انا في رايي ان الراجل محاصر يا جماعه، انا في رايي ان الراجل في زماننا دوت، يعني باللغه البسيطه خالص، الله يكون في عونه، لانه العوامل التي تؤدي الى احداث مشكله في القدره الجنسيه، لانه دلوقتي كلمه ضعف جنسي كلمه بتختفي شويه من الطب دلوقتي، هي بيسموها الريكتايل ديسفانكشن، عدم القدره الجيده على الاداء الانتصاب المناسب، ده المعنى العلمي. محاصر بأكتر من عامل، ما بين عوامل في الكوليسترول وضغط الدم والسكر، دي تقدر تقول كده هجوم من أشياء إحنا ما نقدرش نتفاداها في معظم الأحيان. الضغط ممكن تتفاداه لو أنت رياضي قوي سليم قوي، لكن في الوزن الزايد وفي العوامل الجينية السكر والضغط. لكن في عوامل تانية، توتر، الاكتئاب، المخدرات والتدخين، دي عوامل انت بتجيبها لنفسك. فالانسان او الراجل الزمن ده زي ما قلت لكم محاصر حصار عنيف من حاجات، من الامراض التي تؤثر على القدرة الجنسية، وايضا محاصر بسبب انه ممكن يدخل في ديليما خطيرة جدا اسمها انه يجيله اكتئاب بسبب الضعف الجنسي، فالاكتئاب يزود الضعف الجنسي، ياخد ادويه اكتئاب فيتاثر على القدره الجنسيه، حاجه مخيفه للغايه. يبدا الراجل مرحله العلاج اللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده، لكن قد يكون العلاجات الدوائيه او الحقنيه مش جيده، مش مفيده، فنصل الى مرحله معينه يبدا تساؤلات كثيره تدور حواليها، هو مرحله انه يركب دعامه. هل الدعامه هي الطريق الأول؟ لا، ده الطريق الأخير. الطريق الأخير لمين؟ طب تصلح لمين؟ طب ما تصلحش لمين؟ طب الدعامة ليها مضاعفات؟ مين اللي يركبها؟ مين اللي يتعامل معاها؟ طب ليه حالات فشلت في الدعامة؟ واحد ركب دعامة وطلع مش بيقول لا أنا ما اتبسطش لأنه ركب عند غير متخصص، ولا ما كانش يصلح له، ولا تركبت بشكل غلط، ولا كان نوع أنه الدعامة نفسها مش جيد. أسئلة كتيرة قوي في المنطقة دي. خلي بالكم أنا بدأت الكلام بأن الرجل محاصر، وده هيكون أول سؤال غالبا في حواري مع ضيفي العزيز. ضيفي العزيز اسمه متميز في عالم التعامل مع هذه الموضوع المشكلة الطبية الكبيرة، عالم الذكور، اسم علمي متميز للغاية، هيسعدني بحوار أكاديمي على مستوى راقي. طبعا هو الأستاذ الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة،
قصر العيني واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا دكتور ايمن. منورني. الله يخليك. عايز ابدا الاول بكلمه الضعف الجنسي. هل اصبحت كلمه مندثر؟ يعني دلوقتي الامبوتنس اختفى وحطينا بدلها في الكتب كلمه اريكتال ديسفانكشن ولا لسه موجوده؟ لا، هو طبعا فكره امبوتنت دي بطلنا نستخدمها خلاص. الكلام كله على اريكتايل ديسفانكشن. هو مرض الحقيقه دلوقتي بقى زي ما حضرتك كده قلت نتيجه الضغوط العاليه، نتيجه الامراض المنتشره بقى مرض شائع. لكن دايما زي ما نؤكد ان هو شائع، هو كمان له حل. عشان كده دايما لما بيجي لي مريض ويقول لي يعني انا كده يا دكتور مانيش حل خلاص، يبقى انا كده خلاص كده انسى الموضوع ده، بنقول لا دايما انه لا، العلم تقدم جدا، بقى عندنا وسائل كتيرة ممكن تحل المشكلة. فعشان كده دلوقتي بقى مصطلح الضعف الجنسي على قد ما هو منتشر على قد ما دايما بنقول انه ليه حل. ازاي نشخص ان ده ضعف جنسي عضوي مش نفسي؟ ده سؤال في غاية الأهمية، لان كتير جدا من الناس اللي بتجيلنا بيفتكروا انهم عندهم مشكلة، وممكن بشوية استماع اكتر لكلامهم مع بعض الفحوصات مع بعض التحاليل بيتبين ان الوضع مختلف عما كان العام بينقله. يمكن اهم خطوة دايما هي خطوة التشخيص، واهم خطوة في التشخيص هي الاستماع للمريض. انا كطبيب ممكن اخد كلام كتير من المريض يبقى ليه عندي مدلول هو ما كانش فاكر انه بالاهمية ديت. الحاجة التانية فحوصات، ويمكن النقطة الكبيرة في الموضوع بتاع الفحوصات ديت ان احنا فحوصاتنا غاية في الدقة، مش اي حد يعرف يعملها، موجودة في كل حتة دي حقيقة، لكن مش كتير بيعرفوا يعملوها. وعشان كده دايما بنؤكد على النقطه دي، الفحوصات الخاصه بامراض الذكوره يجريها متخصصين في امراض الذكوره. ويمكن الستاندرد او الجولدن ستاندرد للتشخيص حاجه احنا بنسميها بينايل دوبلكس، هو دوبلكس القضيب. دوبلكس القضيب ده على قد ما هو موجود في كل حته، لكن عايز اقول حاجه دكتور ايمن، انه اللي بيعرفوا يعملوه يتعدوا على اصابع اليدين. ويمكن واحده من كبرى المشاكل اللي بتقابلنا التشخيص الخاطئ المبني على هذه الاشعه. يمكن اشهر حاجه بنسمعها في عياداتنا كل يوم التسرب الوريدي. يا دكتور انا لقيت نفسي ان الوضع عندي متغير شويه، فروحت الدكتور طلب مني الاشعه، رحت مركز عملتها، طلع عندي تسرب بالاورده. الحقيقه ان تسرب الاورده على قد ما هو الناس افتكرت انه مرض شائع، لكنه اكثر احد اهم اسباب شيوعه هو التشخيص الخاطئ ليه، نتيجه ان اللي بيقوم بهذا الفحص غير متخصص، مش عارف يقيس امتى، يقيس ازاي، يقيس فين، يحقن ايه، الكلام ده كله. فنرجع للنقطه انه الاهم انه الفحوصات دي يتم اجراء بمتخصصين، لان دي اللي بالنسبه لنا هتقول لنا النقطه الاهم، احنا واصلين فين لدرجات الضعف، لان الضعف ده درجات. هل احنا فعلا قدام مشكله عضويه ولا لا؟ لو هي عضويه درجتها ايه؟ ومن هنا نبدا نحدد انسب انواع العلاج. طيب انا عايز نقف قدام الحته دي لان قضيه مهمه قوي. انت فاجئتني بتصريح في منتهى الاهميه ديت حتى لما نكتبه، انه عدد اللي بيعملوا الاشعه بشكل جيد قليلين جدا جدا في مصر. جدا جدا. ودي تشكل ازمه كبيره عندنا. اللي بيعرف يعملوها صح، هي موجوده في كل مكان، لكن واللي بيعملها فني اشعه، لا يعني دكتور اشعه بس، مع احترامنا كامل ليهم زمايلنا وافاضل. لكن الحته دي محتاجه حد يفهم يعني ايه هيمو داينامكس للبينس. يعني ايه سريان الدم، ميكانيزم سريان الدم جوه القضيب. القضيب ودايما بنتكلم ان الانصاب ده عباره عن حاله تدفق دم يعقبها ان المساحات بتاعه الدم اللي اتملت بيه تقفل عشان نفضل محافظين على الوضعيه دي، والا لو فضلت مفتوحه يحصل التسرب اللي بنقول ان هو بيعمل بعد كده مرض اسمه تسرب وريدي. انا لو مش متخصص في الاشعه دي، لو حقنت ماده مش صح، لو انا قست في وقت مش صح، لو حطيت البروب بتاع الاشعه في مكان مش صح، هطلع تشخيص تاني خالص. مشكلته انه في بعض الاحيان بيرسخ عند المريض اعتقاد مش صحيح. اللي شايفينها دي اشعه طبيعيه صح؟ دي الاشعه الطبيعيه بالظبط كده. هنلاحظ فيها ان الويف زي ما حضرتك شايفها او الذبذبه اللي موجوده حاده جدا لفوق ترانجلر، مفيش بين المثلث والتاني مفيش اي مساحات بيضاء، هي كلها سوداء. ودي لما نشوف فيه واحده تانية هتيجي دلوقتي هتبين الفرق ما بين الطبيعي اللي احنا شايفينه دي التانية. هيك هتشوف انه بقى بين المثلثات اللي قدامنا دي اللي هي الويفز بقى فيه ابيض كتير، ده بيمثل رجوع الدم في الاورده. وده منظر التسرب الوريدي في الاشعه. لو اتعملت صح. لو اتعملت صح المثلثات اللي فوق دي سريان الدم الارتيريال اللي هي، يبقى احنا الاولانيه لو احنا شفناها هات الاشعه الاولانيه شايفين مثلثات تحت مثلثات مثلثات، ما بين المثلث والمثلث في فراغ اسود بالظبط كده. ده دلاله على ان الدم يسري في الشريان ولا يسري في الوريد على الاطلاق. الوريد بالزبط. مقفول تماما بالزبط. في حاله الانتصاب بالظبط كده. الثانيه بقى هنلاقي الاشعه بتوريني انه الدم رايح في الشريان بس مش بنفس العلو. خلي بالكم ان ضغط الشريان مش عالي. ملاحظه مهمه. والوريد
موجود في ضغط برضه. اذا فالوريد في تسريب. بالظبط كده. ده مهم. بالظبط كده. اذا انت حطيت ايدك على اول حاجه ان التشخيص يقوم به المتخصص رقم واحد. رقم واحد لان ده اللي هيقودني بعد كده انا اعالج المريض ازاي. زي ما اتفقنا احنا في بيجي لنا ناس كتيره جدا بعد اجراء الفحوصات يبان ان هو طبيعي ما عندوش مشكله وان الموضوع ليه بعد نفسي. خطوره ان احنا نعمل الاشعه دي غلط انها هترسخ في دماغ المريض ان هو عنده مشكله عضويه ودي مش حقيقه. وانا بالنسبه لي هي دي اللي هتحدد بعد كده انا هتعامل معاه ازاي كعلاج. امتى العيان يعمل دعامه؟ يعمل دعامة لو درجة القصور اللي موجودة لا تستجيب على علاجات دوائية أو حتى حقن موضعي. وفي نقطة أنه في بعض الناس بتيجي تقول لنا طب بص يا دكتور لأن الحقن الموضعي مش كل الناس بتحب الفكرة فكرة الحقن عند اللزوم. فلو الاستجابة على العلاج الدوائي كانت ضعيفة والحقن الموضعي جاب استجابة ضعيفة أو مرفوض كوسيلة علاج يبقى ساعتها لازم هلجأ للدعامة. اللي يحدد ده المريض والدكتور حسب درجة القصور مش مجرد رغبة مريض. أنا بيجي لي كل يوم ناس يقول لي أنا عايز أركب دعامة يا دكتور. لا أنا طبيب مش فني فأنا بركبها لك لو أنت طبيا تحتاجها. أنا عايز أأكد على النقطة دي بس أنت قلت نقطة علمية حلوة حوارك ما شاء الله يعني ممتع بالنسبة لي علميا جدا. حتى اللي أنت قلتها الدعامة إذن ليست بعد تجربة دوائية يعني إيه؟ يعني مش بديله الدواء فما يستجيبش فلجأ للدعامة ده أنا من الأول ممكن أحدد إنه ما ينفعلوش بالظبط كده بالظبط كده. دي نقطة في غاية الأهمية. في بعض المرضى بيجوا يقولوا لي بس يا دكتور أحمد أنت قلت إن إحنا ممكن نجرب دواء الأول. بقول له أنا كأمانة مني لازم أقول لحضرتك إن حالتك دي مش هينفع معاها دواء وإن أخدان الدواء فيها تضييع للوقت وإهدار لوقت ولفلوس. حالتك تستوجب تدخل جراحي مباشر. اللي بيحددها مش أنا ولا حضرتك، اللي بيحددها طبيعة حالتك اللي مبنية على الفحوصات اللي احنا اتفقنا إنها يجب أن يقوم بها متخصص. في ناس بتتخوف من الدعامات كفكرة علمية خصوصا المتبحرين في العلم يقول لك ده جسم غريب هيتحط جوه جسمي فأنا خايف من الانفكشن من العدوى وده فكر علمي. الحقيقه ان النقطه دي مسار جدل كبير والحقيقه ان الناس عندها حق فيها شويه لانه دايما وريد بيقول لي طب والجسم هيتقبله يا دكتور ولا لا ودايما بؤكد ان الجسم هيتقبله طالما ان العمليه اتعملت في ظل ظروف مهيئه اهمها مثلا يعني انا وحضرتك اكيد سمعنا كتير عن مرض عمل العمليه دي ممكن يكون حصل لهم مشاكل اغلب هذه المشاكل بتيجي نتيجه يا اما ان المريض داخل مش متحضر كويس واشهر حاجه يا فندم السكر اكبر غلطه بتتعمل ان دكتور يدخل مريض يعمل العمليه على سكر مرتفع انت بتزود الريسك اوف انفكشن او حدوث الالتهابات بنسبه مرعبه قد تحتاج في بعض الاحيان لازاله هذه الدعامه. الحاجه الثانيه المهمه ودي بنؤكد عليها بشكل كبير قوي مكان العمليه. العمليه دي انا بسميها دايما العمليه اللي بالشوكه والسكينه يعني على قد ما هي سهله وبسيطه ما تاخدش وقت لكن لازم تتعمل بحرص شديد اهمه التعقيم اللي موجود في المكان ده. التعقيم هو بيلعب دور كبير في ان الموضوع يعدي بسلام وبخير من غير اي مشاكل. مشكلتنا برضو في بعض الناس حصل لها مشاكل اتعملت في اماكن غير مجهزه عمليات ده انا اللي قلته في الاول لكن مش معقمه مش معقمه كويس وعشان كده دايما بنستريس على موضوع التعقيم ده في غايه الاهميه. ازاي العمليه في ناس كتير في العمليه ديت ما عندهمش خبره يعني معلومه انه العمليه بتتم ازاي احنا يعني برضو لازم نفهم انه ليس في العلم حرج واحنا بنراعي جدا احنا بنتكلم في مجتمع شرقي بس لازم الناس تفهم لانه ده جزء علمي ما حدش عارف يشرحه غيرنا يعني لما احنا ما نتكلمش فيه ونقطه ثانيه هنتكلم فيها في الاخر انه مريض الضعف السكشوال ديسفانكشن بيتعرض الى عوامل نصب كتيره جدا. سيبكم من عوامل النصب الكلاسيكيه اللي هو العشبه ومش عارف ايه والبتاع بتتبع على الطريق لا في ناس بقى بتفتح مكتب يقول لك ايه مكتب العلاقات الزوجيه هو مش دكاتره وبيتكلموا في العلاقات النصائح والاستشارات الزوجيه دي حقيقه مكتب استشارات زوجيه انا مش عارف ده بين قوسين عياده ولا ده ايه. والله انا مش لاقي له توصيف الحقيقه لكن دي مشكله كبيره لانها بتخلي المريض يمشي في سكه مش هتوصله لاي نتيجه بالعكس هتضيع عليه وقت اكتر ممكن يخلي الموضوع يتدهور اكتر وفي الاخر ما بيوصلش لاي حل. هي العمليه الحقيقه زي ما حكيت قلت لازم انها تبقى واضحه للناس اكتر عشان خاطر ما نسيبش فرصه لحاجات مش صحيحه انها تتقال وتغير المفهوم الصحيح عن العمليه. يمكن احنا شايفين دلوقتي الفيديو بتاع ده انيميشن بيشرح بالظبط بالظبط كده ده بيشرح الدعامه بطريقه الاستخدام بتاعتها احنا اللي شايفينه دي الدعامات الهيدروليك بيبقى الدعامات مزروعه جوه العضو الذكري في حاجه اسمها كافيرنس تيشو وصاحبها بامب موجوده في الخصيه طبعا الحاجات دي كلها يا فندم غير مرئيه الحاجات دي كلها مدفونه جوه مفيش حاجه متشافه والريزرفوار اللي موجود في اسفل البطن
عمل هي سهله جدا في الاستخدام بتاعها، مفيش فيها اي مشكله، بنوري المريض ازاي يستخدمها وزي ما اتفقنا، لان هو كتير بيسالوا الموضوع ده، هل بيبقى فيه اي حاجه ظاهره؟ ابدا، كله مختفي. بيتزرع داخل الجسم الكافي ولا خارج الجسم الكافي؟ السؤال ده في غايه الاهميه يا دكتور ايمن. حصل لغط كتير جدا الفتره اللي فاتت دي على موضوع داخل ولا خارج. طبعا قطعا قطعا داخل، ما هو لو بره النسيج الكهفي يبقى انا حطيته تحت الجلد يا فندم. لكن اللي بيحصل ايه؟ التقنيه الجديده في العمليه ايه؟ ان انا بعملها حاجه اسمها سب تيونيكال انسرشن، بمعنى ان انا بحاول احافظ على قدر الاكبر من النسيج الكهفي موجود، وده مهم جدا لانه ده اللي بيخلي المريض مع الاثاره الجنسيه يبدا يحس ان لسه في تدفق دم جوه القضيب، بيحس ان في انتفاخ حصل، ان حجم القضيب تغير، بيحاكي الطبيعي شويه. لكن فكره انه خارج النسيج الكهفي دي الحقيقه فكره غير منطقيه. انا لو حطيته بره النسيج يبقى انا كده حطيته فين؟ ده تحت الجلد، المريض مش هيستفيد بحاجه. كم سؤال برضو مهمين قوي، هل سرعه القذف او البرود الجنسي يتحسن بالدعامه؟ السؤال ده برضو في غايه الاهميه الحقيقه، لا، لانه الدعامه تعالج فقط الانتصاب، لكنها قد تفيد في موضوع سرعه القذف في نقطه، انه دايما الشكوى اللي بتجيلنا انه نتيجه الضعف، لانه اغلب مرض الضعف ياتي مصاحب ليها سرعه القذف، انه بمجرد القذف بيختفي الانتصاب. الدعامه فكرتها مختلفه، اولا جزء كبير من العامل النفسي بيتحسن بوجود الدعامه، فده بيخلي الوضع بتاع سرعه القذف يتحسن. الحاجه الثانيه المهمه انك حتى لو المريض قذف ما بيفقدش الانتصاب بتاعه، فيقدر يواصل العمليه لحد ما الشريك يصل المتعه بتاعته. فكره الرغبه لا طبعا ملهاش اي علاقه بالرغبه او البرود، لانه هي فقط بتحل الجزء الميكانيكي في الموضوع. اما الرغبه والشهوه دي عامل نفسي ملوش اي علاقه بالدعامه. هنتكلم عليه الحلقه الجايه ده. بالزبط. لكن بالزبط. هي وان داي اوبريشن، It's an one hour operation. One hour. يعني هي العملية كلها ساعة. المريض بيخرج بعديها في نفس اليوم مجرد ما يفوق من البنج، وغالبا بيكون بنج خفيف لأن احنا ناخدش وقت. بيروح بيته في نفس اليوم. الموضوع في غاية البساطة طالما اتعمل بيد متخصص، طالما اتعمل في مكان صح في احتياطات صح. ايه الروشتة الأخيرة، التلغراف الأخير اللي تحب، لو تلغراف واحد، لو طلبت منك تلغراف واحد بس هتبعته للناس اللي عندهم تساؤلات حول هذه الموضوع؟ نصيحة دايما بقولها حضرتك، لما تشعر بوجود اختلاف في المعتاد عندك فيما يخص جزئية الانتصاب، رجاء 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 ما تعديش على الصيدلية اللي جنبك، رجاء ما تكلمش صاحبك في الشغل ولا صاحبك على القهوة، لو سمحت الجأ لمتخصص. أحيان كتيرة بيكون الموضوع لسه في البدايات بيتلحق، أحيان كتيرة بيكون الموضوع أنه ما فيش مشكلة عضوية أصلا والموضوع كله نفسي ونقدر نخليك ترجع تاني لوضعيتك التانية. فالنصيحة اللي دايما بنقولها الجأ للمتخصص. أخذ الدواء في الحاله دي ممكن يكون خطر جدا، زي ما انت قلت دكتور احمد انه ممكن يكون بياخد دواء يتعارض مع السلندلافيل، النيتريت يتعارض مع السلندلافيل لو اتاخده في نفس اليوم يعني، وطبعا معظم النيتريت بيتاخده في نفس اليوم وانت مش عارف، النيتريت دواء قلب، فلازم ناخد بالنا جدا من انه ما ياخدش دواء من غير اشراف طبي ارجوكم. اللي ضغطه منخفض السلندلافيل بيقلل الضغط، هيبقى ضغطه منخفض وياخد دواء يقلل الضغط ساعة العلاقة. اشكرك على هذه المعلومة. عكس الاعتقاد السائد انها بترفع الضغط. لا 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 بالعكس، ده بيقلل الضغط، ده اساسا هو كان دواء فازوديليتور للقلب والبلمونر، وبيحسن ده من ادوية البلمونر هايبرتنشن. بالظبط. يعني ما تستغربش لما ست يكون عندها ارتفاع ضغط الوريد الشريان الرئوي ونكتب لها في الرعايات. بيحصل الكلام ده دكتور ايمن في الرعايات كتير. مرة كتبت لحد رجع لي بالروشتة زعلان جدا. جدا. دي حقيقة. وجوزها يعني انت كاتب لها ليه؟ تنورتنا واسعدتنا بحوارك العلمي. دايما الاكاديميين لهم اسلوب متميز، وهذا هو الحوار الذي افضله دايما مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عادل، مدرس امراض الذكوره بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه، كان ضيفي فيه الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. اهلا بكم، هذا حوار ممتع ومثير وفي جوانب علميه على ارقى مستوى هتستمعوا له النهارده. فشل الحقن المهاري كلمه مخيفه،
يعني كلمه طبعا قاسيه جدا. ليه قاسيه؟ لانه احنا بنتكلم عن ناس لفتره طويله يعني زوج وزوجه يعني وعيله وراهم لفتره طويله نفسهم يخلفوا نفسهم جدا، فهم تحت ضغط عصبي. ممكن في كابلز في زوجين يقعدوا 5-6 سنين ما عملوش حقن مجهري، ما عملوش اخصاب مساعد، مستنين مستنين الحمل طبعا، قبليها مستنين الجواز. فطبعا الحياه كلها ضغوط. واحده بنت نفسها تتجوز، اتجوزت عن سن 30، قعدت سنه ولا حاجه ما خلفتش، سنه ونص سنتين المساله بدا يبقى فيها توتر، راحوا عملوا حقن مجهري فشل. فشل الحقن المجهري هنا ايه واقعيته العلميه عندنا احنا؟ ازاي بننظر له؟ هل ننظر له على انه محاوله فشلت ولا محاوله ونتعلم منها الكثير؟ كيف المنظومات العلميه القويه المبنيه على اسس علميه تستفيد من كلمه فشل حقن مجهري، فشل محاوله؟ ايه الفرق بين منظومه علميه على مستوى عالي جدا بتتعامل مع كلمه محاوله فاشله، ومنظومه او مكان تاني مش على مبني على اسس علميه، مبني بالفهلاوه؟ انا اكلمكم كلام واقعي جدا. يعني ايه بالفهلاوه؟ حد مش متخصص لا سمع ان الحقن المجهري ده مجال ممكن يعني يشتغل فيه، يجيب منه، بيجري ورا الفلوس مثلا، حط في دماغه ان الموضوع موضوع فلوس، فعادي بيعمل تجارب، بيعمل حالات الحقن المجهري او بيبعتها من جوه جوه من بره بره لمكان تاني مش هو اللي بيعملها، لكن هو شغال سمسار. ده كلام خطير جدا ومهم جدا. طيب في افضل من يستطيع ان يجاوب هذا السؤال؟ واحد من قمم امراض النساء والتوليد في العالم العربي، واحد من المبدعين في عالم الحقن المجهري. زي ما انا قلت دايما وبقول، اضافه للاعلام كله اضافه كبيره جدا بانه قدم للشاشه هذا العلم الذي خلفه كثير من التقنيات، كثير من التقدم، كثير من التفاصيل الدقيقة، قدمه إلى الشاشة حتى يفهمه المواطن العادي. نقل الحقن المجهري من حوار علمي معقد إلى حوار علمي بسيط وبتفاصيل دقيقة ولكن يفهمها العامة. نقله من حوار في نوع من المزايدات وفي نوع من النرجسية إلى حوار علمي بحت. ضيفي هو الأستاذ القدير أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح. بيجي الكابل أو الزوجين، أول ما بيجوا لابد من أن ناخد تاريخ مرضي للزوجة وللزوج. لقوا أنه النكد الزوجي أو الاعتداءات ما من الزوج على مراته أثناء الحمل ممكن يتسبب في وفاة الست نفسها. عندهم التصاقات في قنوات فالوب وسببت ان يبقى موجود سائل داخل قناه فالوب. مهما عملت اطفال اللي بيبقى حقن مجهري تلاقي ما بيحصلش حمل. شوف الدراسه مخيفه جدا. البويضه بتتحط جوه الحضانات الى فتره من 3-5 ايام. في الفتره دي بيتم مشاهده الانقسامات اللي موجوده في البويضه. البويضه الاول بيحصل لها اخصاب وبعد كده بتنقسم. واخر حاجه اللي هي اليوم الخامس اللي هي البلاستوسيست. بنقي افضل جنين في اليوم الخامس او افضل جنين وبنرجعهم عن طريق عنق الرحم الى داخل الرحم. الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعه القاهره، استشاري العقم واطفال الانابيب، زميل الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد لندن، دبلوم امراض الخصوبه جامعه جنيف سويسرا، زميل الجمعيه الامريكيه للخصوبه، زميل الجمعية الأوروبية للخصوبة، رئيس مجلس إدارة مستشفى بداية. ضيفي العزيز وأستاذنا الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، منور الدكتور. كلمة فشل حقن مجهري كلمة صعبة، لكن إيه الفرق؟ هو ده السؤال اللي أنا كنت بفكر فيه، بين استقبال مركز متطور لمحاولة فاشلة واستقبال مكان غير مؤهل لكلمة محاولة فاشلة. طيب مهم قوي إن إحنا نقول ان لازم نسلم بامر ان نسبه الحمل ما هياش 100% في اطفال الانابيب، في الحقن المجهري، في التلقيح الصناعي، في ادويه تنشيط تبويض، الحاجات دي كلها. فبالتالي اعلى نسب نجاح بتحصل في الحقن المجهري، دي حاجه معروفه، فاحنا نسلم بالامر ده الاول. قبل ما نبدا عمليه اطفال الانابيب والحقن المجهري، المريض لازم يشوف افضل مكان يروح فيه علشان خاطر يبقى لو حصل عدم حدوث حمل
في محاولة الحقن المجهري يبقى هو عمل اللي عليه. يعني ايه؟ يعني ما كانش ممكن تلافيها. يعني هقول لك انا حاجة مثلا من الحاجات اللي هي بنشوفها. يعني مثلا ممكن واحدة تيجي تعمل عملية حقن مجهري وما تعملش قبليها مثلا أشعة تلفزيونية ثلاثية الأبعاد أو عملية نزار رحمي ويكون عندها لحمية داخل التجويف الرحمي، وديت هي اللي منعت حدوث الحمل لأن اللحمية ديت الطبيب ما عرفهاش. مريضة أخذت أدوية ببروتوكولات معينة، البروتوكولات ديت ما تنفعش لنوع المريضة ديت، فبالتالي فشلت عملية الحقن المجهري. مريض ما كانوش يعرفوا ان هو يعمل حقن مجهري ولا اطفال انابيب، وبيب ما اختارلوش الحاجه الصح فبالتالي ما حصلش حمل. طب مريض او مريضه اخذت ادويه جرعات غير مناسبه بالنسبه لها فبالتالي ما خرجتش تبويض. حاجات كثيره جدا. مريض كان عندها سائل داخل التجويف داخل قنوات فالوب، ولما جت عملت عمليه الحقن المجهري ما حدش اخذ باله منه وبالتالي فشلت العمليه. في أمثلة كثيرة جدا ممكن نقولها إن العامل الأورجانيك أو مش بس عامل الصدفة هو اللي أدى إلى عدم حدوث الحمل. إحنا بقى دورنا كأطباء وكمراكز متخصصة إن إحنا لما يجي لنا مريضة عايزة تعمل عملية أطفال أنابيب أو حقن مجهري، لابد قبل ما تعمل العملية لازم نشوف كل حاجة عند المريضة ديت، هي وزوجها الكابل الاثنين موجودين، عشان خاطر نقدر نأكد إن النسب تبقى عالية جدا، بحيث إن إحنا لما نيجي نعمل لها العملية لازم الأول تكون عمل تحليل هرمونات بحيث إن إحنا نشوف مخزون المبيض عندها قد إيه، بحيث إن إحنا نحدد الجرعات اللي هتاخدها، أنهي بروتوكول هينفع. مش كل البروتوكولات تنفع لكل المرضى، في مريضة تحتاج بروتوكول مختلف عن مريضة تانية. مش كل الناس هيعملوا أطفال أنابيب، في ناس اللي لازم تعمل لهم حقن مجهري. مش كل الناس هيعملوا حقن مجهري عن طريق العين عن طريق السائل المنوي، ممكن تبقى نحتاج عينة من الزوج بالذات لو كان في حاجة اسمها DNA fragmentation بالنسبة للحيوانات المنوية بتاعت الزوج. التخطيط ما بين أطباء النساء وأطباء الذكورة وأطباء المعمل دوت لازم يكون متواجد داخل المركز ده. في الآخر خالص لما بنيجي نصل إن احنا هنقول هنعمل الحقن المجهري وعملنا البروتوكول، لابد إن احنا نبقى واثقين إن احنا بندي للمريض الأفضلية في كل شيء وبنديله الافضل واللي موجود دلوقتي. انا بقراها انها يعني حاجه مش كويسه وحاجه تعتبر في شبه انها جريمه ان يكون في تقنيات حديثه ظهرت ويكون المراكز ما بتطبقهاش. التقنيات ديت مثلا زودت نسب الحمل بطريقه معينه، ميديات معينه ظهرت، مثلا حضانات معينه ظهرت، تقنيات. احنا كل شويه العلم بيتطور ونسب الحمل بتزيد عن طريق تطبيق بعض النظريات وتطبيق بعض التقنيات العالية. مفروض ان الطبيب اللي هو بيمارس العمل دوت يكون متبحر فيه وعارف كل التطورات اللي بتحصل فيه. طب ايه الاشهر في بين الاسباب التي تتعلق بفشل الحقن المجهري؟ همسكهم سبب سبب ونفهمه من قرب منه. اوكي. اول حاجة ممكن السبب دوت يكون موجود في الرحم نفسه، وجود مشاكل ان الرحم دوت هو المكان اللي بيستقبل فيه الرحم. فاحنا لما نحكي باختصار اللي بيحصل في اطفال الانابيب او الحقن المجهري عشان بالطريقه ديت نقدر ان احنا نعرف سبب سبب. اول حاجه احنا بنيجي ندي ادويه تنشيط للزوجه. لو احنا اشتغلنا على دايما السؤال ده بيتسال كتير قوي، طب ما انا عندي تبويض، المشكلة عند زوجي، انت ليه هتديني أدوية تنشيط تبويض؟ هو احنا لو اشتغلنا على بويضة واحدة اللي هي بتخرجها الزوجة كل شهر نسبة الحمل هتبقى قليلة جدا. نسبة الحمل هتتعدى ل 10 و15 و20% بالكتير. البويضة ممكن ما تبقى نيجي نسحبها ما تبقاش جيدة، فاحنا بندي أدوية تنشيط عشان نخرج عدد أكبر من البويضات، وبالتالي لما نيجي نحقنه بالحيوانات المنوية يتكون عندنا عدد أكبر من الأجنة نقدر نختار منها. يبقى أول مشكلة ممكن تقابلنا الريزيستنس أو عدم خروج بويضات بطريقة جيدة. عشان كده هنا يجي دور الطبيب إن هو بيختار لكل مريضة البروتوكول اللازم للعلاج. أنا مريضة عندها 20 سنة غير مريضة عندها 40 سنة، غير عند مريضة عندها تكيسات على المبيض، غير مريضة عندها بطانة رحم مهاجرة، كل واحدة من المرضى دول محتاجة نوع من أنواع البروتوكولات. يبقى أول حاجة اللي هي البرودكشن بتاعت الأوسايتس أو البويضات ديت بتتم عن طريق بروتوكولات بيديها الطبيب. تاني حاجة لازم الطبيب يكون عارف إن المكان زراعة الجنين يكون جيد اللي هو الرحم، وده بنقدر نعرفه قبل ما نبدأ البروتوكولات برضو، إن إحنا نشوف الرحم ده عن طريق المنظار أو عن طريق السونار المهبلي، نقدر نشوف إذا كان في أي حاجة في التجويف الرحمي تعيق التصاق الجنين في بطانة الرحم.
وبالتالي نقدر احنا نتفاداها. لو في حاجه نعمل منظار رحمي مثلا ونشيل اللحميه لو كانت موجوده، ساعات بنعمل خدش في التجويف الرحمي عشان الجنين يلتصق داخل الرحم. الحاجات دي كلها بالذات اللي عمل عندهم تكرر عمليات فشل الاطفال الانابيب قبل كده، يشوف اذا كان في سائل داخل قناه فالوب، ساعتها بنقفل قناه فالوب علشان خاطر السائل دوت ما يتنقلش الى داخل الرحم ويموت الاجنه، لان هو الفلويد اللي موجود ده او السائل ده نفسه توكسيك للاجنه، سام للاجنه. الحاجات دي كلها بتزود الفرصه. لازم بقى هنا في دور مهم جدا، المعمل اللي هو الكور او هو اهم شيء في منظومه اطفال الانابيب والحالة المجهري، لابد ان المعمل ده يكون على مستوى عالي جدا. احنا بنشوف كتير جدا ان خطوه واحده بس صغيره في المعمل، لو درجه الحراره زادت، لو الكربون دايوكسيد تركيز الكربون دايوكسيد ما كانش جيد في الحضانه، الحاجات دي كلها ممكن توقف نمو الجنين. فبالتالي يبقى السبب في عدم حدوث الحمل هو عدم جوده الجنين اللي هو اوريدي ما كانش موجود علشان خاطر اتحط في اماكن غير جيده. يعني الجنين يبقى شكله ظاهريا جيد لكن هو نفسه الجنين مش جيد. فليه؟ لان هو ما اتحطش في البيئه المناسبه ليه. ودوت البيئه المناسبه ديت واجب المركز واجب الطبيب ان هو يوفر البيئه اللي بينمو فيها الجنين علشان خاطر نصل الى جنين جيد، فبالتالي نزود فرصه حدوث الحمل. حاجه تانية ممكن انها يكون في بعض الامراض الوراثيه اللي بتسبب ان الجنين كل مره بيلتصق ما بيحصلوش اخصاب. فدي بنستفيد جدا من حاجه زي التقنيات الحديثه اللي هي بنعملها مع اطباء الوراثه اللي هو البي جي اس، اللي هو احنا ممكن الاجنه كلها نقدر نشوف الكروموزومات بتاعتها بعد ما ناخد خليه عن طريق الليزر ونبعتها تتحلل، ونقدر نختار الجنين السليم ونرجعه. المنظومة المتكاملة اللي أنا بقول لك عليها دي أيمن كلها لابد تكون موجودة في مركز متكامل، فبالتالي المركز اللي يقدر إن هو يقوم بكل هذه التقنيات نسب الحمل عنده هتبقى أكتر بكتير جدا، وبالتالي المريض يبقى مطمن إن شاء الله بيحصل حمل. لو ما حصلش حمل هو عمل كل المفروض، تكرار بقى العملية هي ديت اللي هيزود عنده فرصة حدوث الحمل. كام نقطة عايز أفهمهم. أولهم نسمع كلنا عن إنه ده جنين جيد، في جنين مش عارف ده جنين درجة أولى، ده جنين درجة، هو على أساس إيه الجنين بيصنف؟ طيب لحد دلوقتي إحنا بنقدر بنصنف الأجنة إذا كانت جيدة ولا لا مورفولوجيكال، يعني عن طريق الشكل الخارجي، عن طريق عدد الانقسامات بتاعت الجنين دوت، انقسم إمتى في الوقت المناسب ولا لا، في ديليد ولا ما فيش، في حواليه شوائب كتيرة ولا ما فيش شوائب حوالينه، هل قدر يوصل للبلاستوسيست ويوصل لليوم الخامس ولا لا، ليها جريدنج معينة المعمل بيقدر إن هو يقول لنا عليها، هل ده جريد 1 2 3 الدرجه اولى غير درجه ثانيه غير درجه ثالثه، وبالتالي كل ما كانت الاجنه درجه اولى كل ما كانت نسبه الحمل بتبقى افضل. لكن في الاخر خالص احنا ما نقدرش نحكم على الجنين اذا كان درجه ثانيه مثلا ان معنى ان حصل حمل من جنين درجه ثانيه ان الجنين ده هيبقى مشوه او حاجه، لا، هو احنا رؤيتنا للجنين هي اللي بتقول ان هو الدرجه بتاعته كده. لكن في الاخر خالص ممكن يحصل حمل من جنين درجه ثانيه وحتى درجه ثالثه، وبيحصل منهم حمل لكن نسبه اكتر في جنين الدرجه الاولى. والسؤال بقى الثاني اللي الناس دايما بتساله، ايه الفرق ما بين ان احنا نرجع الجنين اليوم الخامس من جنين اليوم الثاني من جنين؟ احنا بنقول لما يكون عندنا عدد كبير من البويضات وعدد كتير كتير من الاجنه، احنا بننتظر لليوم الخامس علشان خاطر نقدر يبقى عندنا فرصه لانتقاء الجنين الجيد. الجنين اللي بيصل للبلاستوسيستيج اللي هو جنين اليوم الخامس دوت، هو ده معناها ان هو تعدى كل الستبس في الانقسامات الى ان وصل الى جنين اليوم الخامس، فنقدر نرجعه اليوم الخامس او حتى اليوم السادس. وفي نفس الوقت بيدينا فرصه لو كان في عندنا اخذنا عينه مثلا من الجنين وقدرنا ان احنا نفحصها جينيا نعرف الجنين الجيد وهو اللي ننقله. هروح لمنطقه ثانيه عليها برضو كثير من الاسئله، وهي استقبال الرحم بطنط الرحم اللي بيسموها ريسبتيفتي او ودي على فكره برضو دي مهمه جدا. وصار حواليها بعض الحاجات اللي هي بحثيه وتقال كانها يعني استغلت استغلال تجاري. بص بقى، هو دلوقتي احنا بنقول ان الجنين ثبت في الاخر خالص ان اهم شيء هو الجنين. اهم شيء ان الجنين يبقى جيد عشان خاطر ان هو يقدر يلتصق في بطانه الرحم، وبطانه الرحم لازم تكون محضره تحضير جيد، بالذات ان احنا بنقدر ان احنا نعرف اذا كانت بطانه الرحم جيده ولا لا عن طريق حاجه بسيطه جدا، احنا بنعمل اشعه تلفزيونيه. الاشعه التلفزيونيه بتقول لنا على سمك بطانه الرحم، سمك بطانه الرحم هل في حاجه داخل التجويف الرحمي ولا لا، هو ده اللي احنا بنقول عليه افرض في لحميه داخل التجويف الرحمي،
ما ينفعش نرجع جنين وفي لحميه داخل تجويف الرحم. لابد ان احنا نتاكد ان التجويف الرحمي خالي من اللحميات او خالي من وجود اي شوائب داخله ومفيش التصاقات داخله. وفي نفس الوقت بنشوف سمك بطانه الرحم، لو السمك جيد فوق ال 8 مللي بنرجع الاجنه ونبقى متاكدين ان ده سمك جيد. الحاجه الثانيه ان بندي حاجات معينه زي هرمونات البروجسترون لازم بتتاخد، لان احنا لما بنعمل داون ريجليشن بنقلل نشاط الغده النخاميه ما بتلحقش الكوربس لوتيم اللي موجود ما بيلحقش يطلع بروجسترون. فبالتالي لابد انك تدي هرمون البروجسترون بطريقه معينه، يا اما عن طريق الحقن يا اما عن طريق اللبوس المهبلي، علشان خاطر يقدر الجنين البيئه بتبقى مناسبه في بطانه الرحم انها تستقبل الجنين. وده بنعمله ارتفيشال يبقى من عندنا، لان هو في الطبيعي هو الجسم الاصفر اللي موجود او الكوربس لوتيم بيطلع هرمون البروجسترون ده. لما بندي ادويه تقليل نشاط الغده النخاميه ما بيلحقش يعمل الموضوع ده، فبالتالي بنديله الهرمونات دي من عندنا. ودوت لازم برضو ده اللي انا بقوله، لازم الطبيب يبقى عارف المعلومات ديت عشان يقدر لما يجي يجهز بطانه الرحم هو عارف البروتوكول اللي يجهزها بيه، وعارف ايه الادويه اللي المفروض تتاخد، وعارف ان مثلا الابزورشن بتاع الادويه اللي بتتاخد عن طريق الفم غير اللي بتتاخد عن طريق المهبل او عن طريق الحقن، وديت اللي هي بتبقى افضل. في الاخر خالص احنا بنصل ان احنا بنرجع الجنين داخل الرحم في بيئه جيده علشان خاطر يحصل الالتصاق، واللي هو بنتمنى انه يحصل بقى بعد كده في خلال 5 ل 8 ايام بيبدا الالتصاق يحصل. من شويه كده كانت الصوره جايه على عنق الرحم، ايه قيمه عنق الرحم في ارجاع الاجنه؟ بص عنق طبعا احنا عنق الرحم دوت اهم حاجه اللي احنا بنشوفه كل يوم لما نيجي نرجع الاجنه، لان هو دوت اللي احنا بنقدر ان احنا نتعدى عنق الرحم دوت. عنق الرحم دوت الجزء اللي هو بيبقى ظاهر قدامنا لما نيجي نعمل فحص المهبل عشان خاطر نقدر نرجع الاجنه، بنرجعها عن طريق عنق الرحم الى داخل التجويف الرحمي. طبعا لو في اي التهابات في عنق الرحم، لو في اي حاجه احنا بنعالجها قبليها بحيث ان ما يبقاش في اي حاجه تاثر سلبيا على التصاق الجنين في التجويف الرحمي. ده عنق الرحم طبعا لازم ندرسه دراسه وعلى فكره احنا بنقدر ان احنا عن طريق ان احنا بنعمل مناظير الرحميه دلوقتي. المناظير الرحميه دلوقتي بتعمل اوفيس بروسيجر من غير العينه وبتاخد بنج ولا حاجه. بتعمل يعني احنا يوميا بنعملها بطريقه يعني كل يوم بتعمل المناظير الرحميه، بنقدر نعرف بيها اذا كان في مشكله في عنق الرحم ولا لا، اذا كان عنق الرحم مثلا محتاج توسيع ولا لا، عشان خاطر في بعض الاحيان بيبقى في ديفيكلت امبرو ترانسفير اللي هو ارجاع الاجنه بيكون صعب بعض الشيء. فالافضل ان احنا في الحالات دي نوسع قبل ما نعمل الحقن المجهري. في سؤال بقى مهم جدا عن الاورام الليفيه. الاورام الليفيه هل هي لانه الاورام الليفيه في بنات كتير بتخلي الورم الليفي موجود وما تروحش تعمل عمليه خايفه لانه مرتبط الاورام الليفيه عندها هتروح تعمل فهيتشال الرحم، خوفوها؟ هو في جزئين عايز اقولهم هنا مهمين قوي يا ايمن، ان مش كل الاورام الليفيه لازم تتشال، ده اول حاجه. يعني لازم نبقى عارفين ان مش اي واحده عندها ورم ليفي يبقى لازم تشيله. 25% من الستات عندهم اورام ليفيه ومش محتاجين ان هم يشيلوها. هو لو كان الورم الليفي بيعمل اعراض او بيسبب مشاكل او بيأخر حمل هو دوت اللي احنا محتاجين نشيله. يعني لو كانت المريضة عندها ورم ليفية كتيرة في الرحم او ورم ليفي داخل التجويف الرحمي او ورم ليفي قافل قناة من قنوات فالوب او عدد الورم ليفي وصل لحجم كبير قوي، دولت اللي لازم نشيل فيهم الاورام الليفية. لكن لو الورم اللي فيه مثلا ورم صغير على الجزء الخارجي من الرحم مش مسبب اي مشاكل ولا ليها معنى ان احنا نشيله. فبالتالي لازم الطبيب هو اللي يقرر للمريضه اذا كان الورم اللي فيه دوت عامل لها مشاكل ولا لا. لو هو بيضغط على المثانه، وفي بعض الاحيان الاورام اللي فيها بالذات عند عنق الرحم ممكن انها تضغط على المثانه فتسبب لها انها طول النهار عايزه تخش الحمام لان الورم اللي فيه ضغط على المثانه. ممكن يكون الورم اللي فيه قافل قنوات فالوب فبالتالي مسبب تاخر في الحمل. ممكن يكون داخل التجويف الرحمي فبالتالي زي اللحميات زي الورم الليفي ممكن يبقى موجود لابد من استئصاله عشان الجنين يقدر يلتصق داخل التجويف الرحمي. كل الحاجات ديت هي اللي تتطلب ان احنا نستأصل الورم الليفي اللي موجود. والتقنيات اللي موجوده دلوقتي علشان استئصال الاورام الليفيه وصلت ان احنا من ان احنا بنعمل الاشعه التداخليه لان احنا ممكن ان احنا نعمله استئصال عن طريق المنظار سواء منظار البط او المنظار الرحمي على حسب عدد الاورام اللي فيها وموقعها موجود فين وحجمها قد ايه. الحاجات دي كلها بيقررها الطبيب دلوقتي والاوبشنز بقت هايله. يعني عايز اروح لكلمه مخيفه جدا، المناعه. لان الكلمه دي على فكره برضو بتلخبط الكابلز جدا، يتقال لهم انتوا عندكم مشاكل في المناعه فبتتقال لهم كده. هم طبعا
يعني المصريين اول ما بتقول لهم الحكايه دي بيحسوا ان مناعه قد النصيب ما فيش حل. لا طبعا هي بص اولا الحاجات دي كلها ليها حلول وبالذات الايرا الحديثه اللي احنا موجوده فيها الامراض المناعيه اللي موجوده بدنا نتغلب عليها ان احنا بندي يا اما كورتيزون يا اسبرين اطفال مع كليكسان الحاجات اللي هي الاطباء دلوقتي بقوا بيستخدموها بكثره بالذات في عمليات اطفال العنايه والحمايه يعني في تحاليل معينه بنعملها بنقدر نعرف اذا كان في اجسام مضاده موجوده ولا ما فيش واذا كان في امراض مناعيه موجوده عندهم وبندي لهم العلاج اللازم ليهم قبل عمليات الحمل المجاري وبعد ارجاع الاجنه بالذات ولقينا ان نسب النجاح زادت جدا لما بندي الامراض اللي هي بتقي من الامراض المناعيه زي ما حضرتك بتقول. الحاجه برضو اللي احنا لازم نقولها ان في بعض الناس ما بيبقوش عارفين في الاخر خالص بعد ما يعني عملنا لهم كل التستات بتلاقي المريضه برضو بتقعد تسال هو انا ما حصلش حمل ليه؟ يعني بتيجي تعمل مره في جزء بقى في الاخر خالص ما حدش بيبقى عارفه خالص لان لو المريضه عملت كل اللي عليها والزوج جاب حيوانات منويه وتكون جنين والجنين انقسم ده رجع داخل الرحم وما حصلش حمل في الاخر خالص لو هي استوفت كل حاجه ما بقاش في سبب ممكن ما يحصلش حمل بس ممكن يحصل بالتكرار بقى دايما بيحصل حمل يعني دايما احنا بنقول ايه المريضه ما تفقدش الامل حتى لو ما حصلش حمل من اول مره التكرار دايما بيزود فرص حدوث الحمل بالذات ان احنا عندنا دلوقتي مع التجميد بالذات لو كانت مخرجه عدد كبير من البويضات ممكن ان احنا يتكون عندنا عدد كبير من الاجنه فبالتالي نقدر ان احنا يعني نجمد بعض الاجنه ونرجعهم في دورات مختلفه بعد كده. نورتنا وشرفتنا وسعدنا بهذه الزياره السعاده غير ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره واستاذنا الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره استاذ الخصوبه والحقن المجاري بمستشفى بدايه اكبر صرح طبي للخصوبه واطفال الانابيب في مصر والشرق الاوسط والاسم الكبير وطبعا المستشفى التي نسعد جدا بان احنا موجودين كبؤر الضوء تشرح كيفية عمل منظومة طبية متكاملة هي بقعة ضوء مبهرة مهمة جدا للسياحة العلاجية للعمل الطبي المتكامل الذي يعمل أو بنيته مبنية على العمل الجماعي لا أمل من ذكر العمل الجماعي في الطب خليكم مع الدكتور. هذا البرنامج برعاية اهلا بكم هذه حلقه هامه للغايه فرق كبير جدا بين تجميل الاسنان وتشويه الاسنان وكتير من الناس بيبقى نيتهم حلوه جدا بس زي ما بيقولوا دايما ليست كل الامور تؤخذ بالنوايا النيه ان انا رايح اعمل تجميل سنان حلو جدا بس النتيجه ما قد تكون على غير ما اتوقعه اذا ذهبت لاتجاه الخطا واذا اردت انا بيعمل لي تجميل الأسنان إرادة خاطئة. تعالوا نشوف مع بعض مثال صارخ لده بس بشكل كوميدي. الممثلة الجميلة الفنانة الجميلة داليا البحيري عملت مشهد مهم قوي من الحياة. صحيح انه اكسجريتد يعني طبعا الناس هتقول لي ايه هو ممكن حد يعمل الكارثه دي؟ هسال ضيفي العزيز ممكن نوصل للمرحله دي ولا لا؟ شاف حاجه زي دي للدرجه دي ولا لا؟ لكن
في حاجات قريبة من كده، مش قريبة يعني للدرجة دي، لكن حاجات انت تشوفها تشوفيها او انت تشوفها يعني تتخض. هو ده التجميل، هو ده تجميل الاسنان اللي بيقولوا عليه يا خبر ابيض ايه الضب ده بقى. طبعا هنا عاملين ضب قوي عشان يوريك انه الغلط بيعمل ازاي وبيعمل كارثه عامله ازاي. وطبعا يعني مفيش في الاسنان فكره ان انت بتاخد الاسنان وتروح ومتغطي وبتاع وتروح وتكشف، هي مش تجميل وش يعني ويوم شيل الشاش من على الوش هنشوف النتيجه، لا مفيش كده. لكن ده ممكن يحصل في الحياه، ده سؤالي الأول، هل ممكن أخطاء تحصل بالشكل القريب من ده؟ هيكون هذا سؤالي الأول في عالم تجميل الأسنان مع ضيفي العزيز. الحقيقة طبعا أنا سعيد جدا بأن أنا النهاردة هيكون معايا واحد من الكبار في هذا المجال، واحد من المبدعين اللي أثروا الحياة الطبية الخاصة بعالم طب الأسنان في مصر والوطن العربي، ساهم بشكل كبير في بناء مؤسسة رائع جدا وأيضا بشكل رائع في السياحة العلاجية الخاصة بهذا البرانش الذي أعتقد أن احنا مش بننافس فيه بقى دلوقتي، أن احنا أصبحنا أصحاب الريادة فيه وأصبح الآخرون يلجؤون إلى منافستنا في عالم طب الأسنان. اسمه متميز قدير أستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان. تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل أسنان. دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده إجراء مهم جدا، ده حاجة في وشي. احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى، أهلا بك يا دكتور نور. دكتورنا وحشني. وحشني جدا. منور الدكتور. جدا جدا أنا عايز أسألك بقى بجد، هل ممكن واحدة تجيلك أو واحد يجيلك جاي من تجميل أسنان بالشكل قريب من ده؟ طبعا مش بالشكل ده، الشكل ده بتاعي كوميدي قوي يعني. تمام. بيحصل طبعا أخطاء كتير لو ما اتجهتش في الاتجاه السليم زي ما أنت قلت. لازم نتفق أن تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل أسنان، لأن دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. لو ما خدتش الخطوة دي احتمال أوصل للنتيجة دي. أنا بس عايز أقول معلومة صغيرة، إن الحمد لله في مصر دلوقتي بقى في دكاترة كتير جدا 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 بتشتغل تجميل أسنان حلو قوي ومتعلمين كويس جدا وبيطلعوا نتائج هايلة، لأن احنا في مصر الدكتور الأسنان أنا شايف إنه هو أعلى كمان من أمريكا ومن ألمانيا ومن فرنسا، لأن احنا بنشتغل دلوقتي على الناس دي. يعني الناس دي بتجينا من بلادها تعمل تجميل عندنا. ليه؟ لأن احنا عندنا المهارة اليدوية دي مش موجودة بره. هم عندهم بره ممكن عنده تكنولوجي اوريدي موجودة عندنا، الحمد لله مصر كلها بقت معظم الناس دلوقتي جايبة التكنولوجي الجديد، لكن احنا بنزيد عليهم كمان ان احنا عندنا مهارة يدوية. فالنتائج لما بتبقى صح من عند الدكاترة اللي في مصر انا شايف انها بتبقى من اعلى النتائج اللي في العالم. فلازم الحالة قبل ما تشتغل، هشبهها لك بحاجة بسيطة جدا. انت لو رايح تعمل البيت بتاعك هتعمل فيه ديكور، هتدور على مهندس ديكور، اول حاجة بتعملها ايه؟ بتقعد تشوف شغله، تقول له وريني شغلك، بتقعد تتناقش معاه. ليه؟ لان انا مش هروح اسلمه البيت وانا معرفش هو عمل ايه ولا ذوقه ايه ولا اشتغل ولا ما اشتغلش ويجي يجرب في بيت. في مصر بقى الحالات معرفش ليه عندها استعداد انها تجرب في نفسها وخلاص. لا، انت مش مجال التجربة. انت روح، من حقك تروح لاكتر من دكتور، تقعد مع اكتر من واحد، تسمع منه، تقول له طب وريني شغلك، طب انت متميز في ايه. قبل ما نعمل تجميل سنان وده للمرضى كمان،
ايه الاجراءات اللي لازم يعملها الكابلز او المريض مع الدكتور ويعرف من خلال المريض ان هو ماشي صح؟ تمام. اول حاجه دكتور تجميل الاسنان لما بيشتغل على الحاله بيعمل حاجتين بيفرقوه عن اي حد تاني. رقم واحد بيعمل حاجه اسمها تحليل الابتسامه. يعني ايه الابتسامه دي؟ ليها شروط. الابتسامه المثاليه الدكتور اللي دارس تجميل عنده ابتسامه مثاليه تمام الايديال. الابتسامه الايديال دي هو عنده ليها شروط، فبيجيب الحاله بيبص عليها وبيبدا يشوف هي عندها كام في الميه او ايه عدد الحاجات السليمه وايه عدد المشاكل اللي فيها علشان خاطر يبدا يحلها. فبالتالي لما بيعمل التحليل يقدر يتنقل للمرحله الثانيه اللي هي للتصميم. فهنا مثلا احنا عندنا حاله، الحاله كان عندها قبل ما نشتغل خالص عندها جامي سمايل. طيب لو انا قررت ان انا اعمل لها تجميل على الوضع ده ورحنا عاملين فينير او عملنا كراونز او اي حاجه هنعملها على الوضع ده، هيفضل طول الوقت عندها مشكله ان عندها جامي سمايل، البرواز بتاع الابتسامه هيبقى فيه مشكله. يعني هنا الحاله مثلا لما نبص عليها هنقول طب عندها شيفت في الميد لاين؟ لا ما عندهاش. علاقه الاسنان ببعض؟ لا فيها شويه مشاكل. فبنبدا نطلع الاخطاء اللي جوه الابتسامه ونبدا ننقلها للمرحله الثانيه اللي هو هصمم بقى الابتسامه. طب اول حاجه هعملها ايه؟ هعمل الجم. لو ما عملتش الجم في الحاله دي يبقى انا مش هعرف اعمل تجميل، تفضل الحاله عندها مشكله في التجميل. فعشان كده اول اجراء ان الدكتور بيقعد مع الحاله بيصورها علشان يطلع كل المشاكل اللي فيها ويبدا يعمل لها تحليل، وبعد كده يبدا ينقلها لمرحله التصميم. فكده يبقى انا ماشي في اجراء سليم، ابقى عارف كده ان انا ماشي في اجراء سليم. دايما المريض اللي جاي يعمل تجميل السنان في كتير من الاحيان تبص تلاقيه جاي في دماغه تجميل. فانا عايز اقول عليه يعني حافظ قوي فكره ان هو ايه جمل جمل جمل، تيجي تقول له عندك مشاكل لازم تصلح تلاقي المريض يقول لك لا ما تاخدنيش في مواويل. تمام. فالسؤال العلمي هنا ولازم الناس تفهمه، اصلاح الاشياء الموجوده جوه السنه من مشاكل ينفع او لازم يكون موجود قبل التجميل ولا التجميل نعمله على طول؟ لا طبعا قبل اي اجراءات تجميليه لازم افهم ان التجميل ده لو قررنا الاول لازم الناس تستوعب ان فكره التجميل، عشان في فكره خاطئه كده، التجميل يعني اروح اعمل كراونز وفينير، ده مش التجميل. التجميل ان انا اشوف المشاكل اللي عندي ايه واحلها. يعني عندي مشكله في اللثه لكن سناني مرصوصه ولونها كويس وعلاقه السنان ببعض كويسه، عملت اللثه بقى عندي تجميل. عندي سناني مرصوصه واللثه كويسه لكن لونها مش مظبوط، لكن مش بدخن كتير ومش بشرب قهوه ونسكافيه كتير، ما بعرضش الاسنان انها تتصبغ بسرعه، ممكن اعمل تبييض في نص ساعه بقى عندي تجميل. فالتجميل الناس ما تربطوش اصلا بالفينير او بالكراون. الفينير او الكراون دول واي او طريقه في بعض الحالات بحتاجها. تمام؟ طيب انا النهارده محتاج الحاله النهارده هعمل لها كراونز او فينير، قررت ان اعمل لها كراونز او فينير. طيب الكراون او الفينير ده هيركب على ايه؟ هيركب على السنه. لازم الدكتور والحاله يبقوا عارفين ان التجميل ده المفروض اعمله للحاله علشان تعيش معاه ان شاء الله على طول. يعني المفروض ان هو حاجه هتستمر بيها للابد. طيب ينفع بقى اركبها على سنه فيها تسوس والزق عليها كراون او فينير؟ طب ما انا الدعامه بتاعتي اصلا النله اللي انا هحط عليها التجميل بتاعي هتبوظ. يبقى انا كده مفيش ديرابيليتي. ما هو التجميل مش شكل، التجميل شكل ووظيفه وديرابيليتي. يعني انا هديك شكل حلو قوي، طيب لو باظ منك بعد سنه يبقى مفيش ديرابيليتي. طيب لو انا اللي هو الاستمراريه، يعني انا مش بعمل تجميل علشان خاطر بعد سنه الاقي فيه مشاكل وارجع اعيده واعمل فيه، لا انا التجميل لازم يكون شكله حلو لكن ديوربل وبيؤدي وظيفه الاسنان الطبيعيه. يعني السنه الطبيعيه بتقطع يبقى بتقطع، السنه الطبيعيه بتطحن يبقى بتطحن، وبتطحن بشكل طبيعي. فاهم قصدي؟ فانا بالتالي محتاج اظبط واعدل واصلح كل المشاكل اللي في الاسنان قبل ما اعمل التجميل. طيب في ناس بتيجي عندها مشاكل في العضه ملهاش دعوه بالتجميل خالص، حصل له اتريشن او تاكل في الضروس الخلفيه فبدا العضه بتاعته تختلف. لو جيت عملت تجميل غالبا التجميل ده هيبدا يتكسر، لان بدا لما يبقى في عندي مشكله في العضه ورا بيبدا الحمل يزيد على الاسنان الاماميه. فبالتالي الحمل، احنا ربنا خالق الاسنان الاماميه قواطع مش طواحن، يعني مقصات مش شواكيش بالعربي كده. لو انا مسكت المقص وبدات اخبط بيه كانه شاكوش ايه اللي هيحصل له؟ هيتن هيتكسر.
صح كده؟ طيب ما عنديش عدة واحد جاي يعمل تجميل أسنانه اللي قدام بس، عنده مثلا 8 سنات قدام و8 فوق وتحت، ولا أنا عايز أعمل تجميل ما عندوش ضروس ورا خالص، هعمل له ازاي تجميل وهو ما عندوش الجزء الستوبر او الجزء اللي بياكل عليه ورا؟ هو كده بيستخدم اسنانه الاماميه كطواحين فهيبوظ التجميل. اذا فتحضير الحاله للتجميل اهم من التجميل. يعني انا عندي ان هو يجي يظبط العضه بتاعته، يعمل علاج، يخلص المشاكل اللي عنده، اهم عندي من التجميل. لانه عمل تجميل وما بقاش ديربل وما بقاش عايش معاه الفترات الطويله، يبقى انا كده فشلت. عشان كده تحضير الحاله اهم بكتير من التجميل. طيب عيان جاي لك بعد ما عمل تجميل سنان بيشتكي من حاجات معينة، وليكن مثلا الشكل اتغير زي ما قلنا، ده حاجة. طيب. حاجة الأهم انه مثلا بدأ يلاحظ انه رائحة فمه مش جيدة، هل هذا يدخل ضمن انه هو تحت لسه الضمان بتاع الشغل؟ طبعا ده لسه مسؤول ان انت لا شوف انا ده انا بقى انا ما كنتش بشتكي من ريحة سيئة. طب ايه اللي حصل؟ ده مهم بقى السؤال ده جدا. آه. خلينا نتفق ان التجميل بروسيس كبيره وصناعه كبيره. تمام، بيخش فيها اكتر من دكتور متخصص. لو انا النهارده حضر لي الاسنان، ما النهارده مثلا بيعمل اللسة استاذ دكتور علاج لسة، بيعمل مثلا لو محتاج علاج عصب حد متخصص في علاج العصب. طب اللي بيحضر السنين، اللي بيحضر السنين عشان استقبال الفينير او الكراونز، لو احنا بنتكلم في الفينير والكراون، لازم برضو يكون اللي بيحضر الاسنان هو دكتور متخصص في التحضير. ليه؟ لان حضرتك تحضير الاسنان انت بتحضر السن عشان تستقبل فينير او كراون، قافل حوالين السن مفيش اي جاب او فتحات. طب ده هيحصل ازاي؟ الدكتور اللي بيحضر بيعمل حاجه اسمها فينيش لاين، سواء الفينيش لاين ده في الفينير او الكراون. الفينيش لاين ده زي حرف في السن ماشي في السن بالكامل، سواء لو كراون يبقى حواليها بالكامل، لو فينير حوالين الجزء الامامي من السن، بحيث الفينيره تيجي تخش جوه الحلق ده بالعربي وتبقى بايته جواه، ما اقدرش ادخل ضفري واعديه مثلا من عند الفينيره للسنه. لان لو ده حصل يبقى انا عندي جاب. طب لو عندي جاب، الجاب ده هيبدا بواقي الاكل تتجمع فيه. الجاب هو فتحه فراغ بين الفينير او الكراون والسنه، اللي هو سطح السنه الطبيعي اللي احنا هنركب عليه. طيب الجاب ده لو 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 في جاب، الجاب هيبدا يدخل بواقي اكل، البكتيريا هتبقى موجوده هتطلع لي روائح. لو احنا بصينا على الصوره هنا، الصوره دي اصلا كل دي سنان معموله. نبص كويس قوي على وضع السنان مع اللثه، هتلاقيها مقفله كويس جدا، واللثه شكلها هيلثي طبيعي، ما فيهاش احمرار، ما فيهاش ظواهر الالتهاب اللي هو احمرار واديماتس اللي هي والنسف وتورم والحاجات دي. لا، انت هتبص على السنان تلاقي طالعه من اللثه شكل اللثه طبيعي جدا. لثه لو جبنا صوره لثه طبيعيه وحطيناها جنب الصوره دي، لثه طبيعيه. ده اتعمل ازاي؟ لان متحضر السنه متحضره صح. يبقى هنا المبدا مش ان انا باخد تجميل شكلا، انا التجميل لازم يحافظ لي على وظائف السنه وحافظ على شكل السنه، وفي نفس الوقت يحافظ على صحه اللثه، الانسجه الداعمه اللي حوالين السنه، ده مهمه جدا. هيك حطيت لك دلوقتي التجميل واشتغلنا وقعدت لك 4-5 شهور وفجاه بقى في التهاب شديد في اللثه، التهاب اللثه بيؤدي الى تاكل العظم اللي حوالين السنه. يبقى انا بدات اضر في الانسجه الدعم اللي حوالين الاسنان، يبقى انا ممكن اخسر اسناني واعمل لها مشاكل. لا، انا مهم قوي التحضير. التحضير مهم زيه زي الحصول على نتيجه نهائيه شكلا. دايما الناس ما تنسقش ورا فكره الشكل. الشكل هناخده كده كده هناخده، لا، الصحه، صحه السن نفسها هي الاهم، المفروض هي الاهم عند الدكتور. مش الشكل بس، الشكل ده جزء، الوظيفه وصحه الانسجه الداعمه للاسنان ده مهم جدا. قبل ما امشي عايزك تكلمني على الهاند ميد، ليه بدا يرجع تاني؟ او وايتي بتالي يعني انا شايف انه كل كلامكم عن الهاند ميد كتير قوي. احنا بنتعامل دايما كده، عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. لازم نقتنع ان انا التجميل في الاخر، لازم السنه اللي انا عاملها تجميل تبقى سنه طبيعيه بتتعامل مع الضوء زي السنه اللي ربنا خلقها، وشكلا فيها المورفولوجي بتاع السنه اللي ربنا خلقها. هقول لك مثل صغير قوي، ايه الفرق بين الانسان والقرد؟ شويه تفاصيل بسيطه جدا، هما تقريبا نفس الهيكل، تسعه يعني لو ما جيبوا الجينم بتاع الاثنين طلع 99%، صح؟ الفرق تفاصيل، توزيع الشعر، حجم الجمجمه، حاجات بسيطه قوي. السنه اللي ربنا خلقها ليها تفاصيل. طيب السنه اللي ربنا خلقها دي عباره عن طبقات، علشان اعمل اسنان شكلها طبيعي يبقى لازم اعملها بنفس الطريقه اللي اتعمل بيها السنه الطبيعيه. طب السنه الطبيعيه عباره عن طبقه على طبقه على طبقه،
احنا الهاند ميد بنعمل الاسنان طبقه على طبقه على طبقه على طبقه. فيها بقى ايه الجزء الانامل اللي هو جزء المينا، فيها جزء الدنتين. عشان كده لما نبص على حاله زي دي هتلاقيها فيها الجزء الشفاف بتاع السنه، فيها التعريج. بص التعريج اللي جوه السنه دي، التعريج للسنان اللي جوه السنه الطبيعيه. التجميل مش ان انا الناس تمشي تشاور عليا تقول ايه ده انت عامل تجميل، ده مش تجميل. التجميل يبقى شكل اسناني حلو فيها هارموني عليا، فما يبانش ان انا عاملها، يبان ان شكل اسناني حلوه بس. الناس تقول لي الله اسنانك حلوه. دايما بقول فكره ان انا الابتسامه خلفيه ليا مش انا واقف وراها، فعشان ابقى باصص بكلمك واسنانك واخده عيني، سواء بقى كانت باللون او يعني ان لونها افتح من لون بياض عيني، او ان المورفولوجي بتاعها عامل زي البلاط والتباشير والكلام ده، لا كده انا عامل حاجه قد الحمد لله. الحمد لله الدكاتره كتير في مصر عارفين الكلام ده وبيشتغلوا صح. الحالات دلوقتي بقت فاهمه الكلام ده وبدات تيجي تقول ده انا بقيت مبسوط جدا. ليه الحالات بقت تيجي تقول لي دكتور والنبي انا عايز اعمل تجميل مش زي التباشير، مش عامل زي البلاط، انا عايز اعمل تجميل شكله طبيعي، يبقى شكله طبيعي عليا فيت عليا انا. المعلومات دي بدات الحالات، وده دور على فكره البرنامج اللي احنا فيه. البرنامج اللي احنا فيه محاربه الخرافات زي ما انت بتقول الانترو بتاعك، محاربه الخرافات في الطب كله. طيب الحالات من الدور ده الحمد لله وصل للناس، فالناس بدأت تبقى فاهمة. قلة قليلة قوي من الناس اللي مش فاهمة، وقلة قليلة جدا جدا من الدكاترة اللي هو ايه انا بسميه دجال الطب. ده هتلاقيه في كل الفروع، هتلاقيه في التخسيس موجود، اللي يقول لك خد عشبة مش عارف ايه ويخسسك بالسحر، وفي طب الاسنان يقول لك السنه اخترعت. مفيش حد اخترع في طب الاسنان، فكره انا اخترعت دي مش موجوده. يعني اللي بيخترعوا دي شركات كبيره جدا، والشركات دي بتقعد سنين علشان خاطر تطلع منتج. ما ينفعش تنسب لنفسك اختراع. اختراع ايه؟ نورتني واسعدتني، شرفت بيك. ضيف العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور. في 24 عظمة بتشكل العمود الفقري معروفة باسم الفقرات العنقية والصدرية والقطنية. الفقرات دي لها تأثير كبير جدا على حياة الإنسان، مش بس لأنها بتساعد على دعم الجزء العلوي من الجسم وتسمح بالحركة، لكن كمان مسؤولة عن حماية أعضاء تانية في جسم الإنسان زي الرئة والقلب والكبد. الناس بتنسى ساعات إن العمود الفقري هو جزء من الجهاز العصبي اللي أهميته مساوية لأهمية الدماغ، وأي مشكلة في العمود الفقري بتأثر في وظائف الجسم كله. أهلا بكم. قديما جدا من أول ما بدأنا فكرة الإعلام الطبي من سنة 2005، من 13 سنة، كان عندي اعتقاد أن أنا هقعد فترة كده معينة أهاجم الخزعبلات، وبعد كده خلاص هنجح في ان انا اقضي على هذه الخزعبلات، وهبدا بقى بعد يعني الخزعبلات كانت ماشيه برل مع الترسيخ المعلومه الطبيه. طلعت واهم، طلعت غلطان. الخزعبلات ما زالت في عقول الناس لغايه دلوقتي. في ناس ممكن تروح تعالج مشاكل العمود الفقري عند واحد بيعالج الناس بعصايه هنشوفه دلوقتي. لغايه دلوقتي ممكن تلاقي ناس مثقفه عندها مشاكل في العضلات او في العمود الفقري او الام، وزي ما احنا شايفين كده تروح تتعالج عند حد بيعالج ولابس جلابيه بالشكل ده، مع احترامي للجلابيه طبعا، لكن مفيش دكتور هيلبس جلابيه. الجلابيه دي لبس الناس المحترمين في الريف المصري الجميل، لكن مش القصه اللبس، القصه اللي بيعمله الراجل ده بيعمل ايه؟ ولا حاجه. الراجل ده ممكن يدمر غضروف، ممكن يزود المشكله. اللي عنده مشاكل في الغضروف او عنده مشاكل حتى في العضلات مش يستفيد من اللي هو من اللي بيحصل ده. يخرب بيت دي عصايه، العصايه دي ممكن تبهدل الدنيا. دي كارثه يا جماعه. اللي احنا شايفينه قدامنا ده كارثه وتخلف وهمجيه في التعامل مع مشكله ملهاش حل بالعصايه دي خالص. يعني الراجل احنا جايبين صوره لواحد كارثي، ده المفروض يتقبض عليه. ده الراجل ده المفروض الصوره بتاعته دي جريمه. هذا بلاغ للجهات المسؤوله. ده المفروض بقى ندور عليه نشوفه فين ده ويتقبض عليه بنظارته دي. مش ممكن. يعني مأساة. يعني احنا يعني ده كارثه. يعني احنا شايفين دلوقتي ده كارثه.
انا ذهلت من انا ما بتفرجش على الفيديوهات قبل ما بتطلع. انا بقول لهم طلعوها وانا بقى ايه عشان اتفاجئ بكل حاجه على الهوا كده. قلتلهم شوفوا طبعا نصيبها سود في العلم الحديث عشان يكون ده موجود دلوقتي ده في 2018 يبقى احنا بنهرج. تقولي ده على مستويات شعبيه والناس الغلابه اللي بتقول. لا يا باشا مش الناس الغلابه اللي بتروح بس, ده في ناس كويسين جدا ثقافيا ومتعلمين وبيروحوا يتعالجوا عند او بيروحوا يعني يسالوا العلاج عند الناس دي, وللاسف بيدفعوا ثمن غالي جدا في تاخر العلاج. وواحد يقول لي ده مش عارف مين دخل وتلاقيته طالع كان الاول دخل رجليه سايبه وطلع ماشي على رجليه. يا باشا ده نصابين, يا باشا نصابين. ده كان بيطلع واحد زيه في برنامج في التلفزيون في قناة مش في تلفزيون ده في قنوات اللي هي بتاعت الأفلام اللي محدش عارف دي طالعة منين ولا جاية منين ولا إيه اللي تلخصها, وبيطلعوا ناس مش عارف إيه. جاله اتصال تليفوني ناس شكرت قوي في المنتج اللي بيعمله ولا في الأسلوب اللي بيعمله. يا باشا دول المساعدين النصب له أدواته. دخل 50 اتصال تليفوني وبتاع 50 ايه ده هم كلهم شغالين معاه واللي شغالين عنده وناس بتاخد فلوس عشان تعمل الاتصالات دي. انا بكلمكم كلام يعني اللي هو من تحت انا مش السيدة زينب وعارف الكلام ده كله, يعني عارف كل اساليب الاشتغالات اللي هي بتاعت الناس اللي فاكره انها بتشغل الناس الغلابه. تعالوا نشوف النهارده حوار علمي بس اكيد هنسمع راي ضيفي العزيز فيما يحدث في هذه التجاوزات الغريبه الغبيه المريبه المضره. استاذنا ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور يسري حميلي. الانتشار الاصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير ودي مشكله. كان في الاول ما بنعملش عمليات انزلاق غضروفي الا بعد ال 35 40 سنه. الالم اللي عندي ده الم بتاع غضروف ولا الم حاجه تانيه؟ في علامات مميزه لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطئ. الفرق بين الجراحة الميكروسكوبية والجراحة المناسبة الاثنين تولز. ما تستخسرش في نفسك انك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة, عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب, مدير مستشفى نيورو سباين. القمة العلمية الكبيرة يا أستاذنا أستاذ الدكتور يوسف حميلي نورتنا يا فندم وشرفتنا وأهلا وسهلا. شكرا جدا. معلش أنا هبدأ حواري معاك بحتة يعني لا تليق بالمقام العلمي اللي احنا قاعدين فيه لكن لازم نقولها. أنا شفت في الفترة الأخيرة للأسف كنت اعتقدت أن أنا قضيت على هؤلاء المشعوذين لكن لقيتهم موجودين بيشتغلوا عادي. هقول لحضرتك أنا ليا تلامذتي اللي بعلمهم في أحد المرات لقيت واحد فيهم بيحتد بشدة إن إزاي جاينا مريض بنعمل له عملية, المريض ده جاي عامل عملية قبل كده ومش بس عامل عملية قبل كده, المريض ده راح لحد من المشعوذين كان ماشي على رجله لعب في ظهره جاب له شلل, راح لحد عمل له عملية الشلل بدل ما كان في رجل بقى في اتنين وعدم تحكم في البول. فجاي إزاي والدكاترة هم الدكاترة بيغلطوا زي ما دول بيغلطوا وإزاي, فكانت الإجابة إن إحنا هنقدر نقضي على الناس دول بحاجة واحدة بنجاحنا إحنا بصورتنا الناجحة وسط المجتمع بتاعنا. النهاردة لما بعمل العملية لمريض من أي دولة عربية أو من أي دولة أوروبية ويجي مصر ويعمل عمليته وينجح ويروح بلده ده أكبر سفير للعلم, مش ليا أنا كشخصي لكن ده أكبر سفير للعلم. عشان كده بقول لولادنا اللي بعلمهم اجتهدوا أنكم تقدموا أحسن ما عندكم, اجتهدوا أنكم تعملوا المريض الأمانة, والأمانة دي مهمة جدا جدا, الأمانة العلمية والخبرة وإتقان العمل هم دول أحسن وسيلة هنقدر نقضي بيهم على كل من تسول له نفسه أنه يمارس الطب بطريقة خاطئة, سواء كان دكتور بيعمل عملية غلط سواء كانت عملية معمولة بأساليب عقيمة يعني خلاص أكل عليها الزمان وشرب, سواء كان واحد دجال مشعوذ. إحنا رسالتنا دايما إن إحنا ننقح ونعدل ونصحح, وإذا ما كناش إحنا اللي عندنا العلم والعلم اللي بالمستوى ده
وربنا هيئ لنا الأسباب إن احنا ناخد العلم بالكيفية دي ونسافر نتعلم بره وناخد شهادات ونتعلم ويبقى عندنا الخبرة الواسعة ويبقى عندنا كمان من نعم ربنا علينا الأساليب والوسائل والتقنيات الحديثة اللي نعمل بيها العمليات صح، يبقى مين اللي هيصلح؟ رسالتنا في مجتمعنا إن احنا نصحح كل هذه المفاهيم الخاطئة زي ما كانوا الرسل، ولله المثل الأعلى، طبعا احنا مش زي الرسل ولكن نحتذي بهم. الرسل كانوا بيقاوموا فساد، كانوا بيقاوموا جهل، كانوا بيقاوموا أساليب وطرق في الحياة والدين وفي كل شيء عقيمة ومترسخة لدى الناس وتعبوا قوي عشان يحاربوها. احنا محتاجين ده، محتاجين رسل في العلم، محتاجين ولادنا يبقوا على قدر المستوى العالي من المسؤولية، تحمل المسؤولية. ودايما أول حاجة بربيها في المساعد بتاعي ولو ما لقيتهاش عنده برفض إن أنا أعلمه، إنه ما عنده تحمل مسؤولية. أنت بتبقى عامل زي قائد المعركة أو ربان السفينة، أنت آخر واحد هينقذ حياته، بتضحي بكل شيء من أجل المريض. وبالتالي عندنا علينا رسالة، الرسالة دي مختصرها أو مفادها إن أنا أعمل عملية كويسة بأسلوب كويس، المريض بتاعي يطلع في المجتمع بتاعه يقول يا جماعة العلم هو الحل. ودايما بقول للناس البسيطة اللي بتدور على الوهم، من فضلك دائما النصاب وراء طماع. أنا لا أتهمك بالطمع وانت مريض غلبان، ولكن أتهمك بأن انت عايز تختصر أسلوب العلاج الطويل في خطوة تافهة اللي بيعملها أصلا ما عندوش الدراية هي إيه. لو سألت واحد من اللي بيعملوا الحاجات في الظهر ده عدد الفقرات كم، مش هيعرف. تركيبة الفقرات إيه، مش هيعرف. يا جماعة العلم عشان يطلع لنا وسيلة معتمدة بنمر بـ7 مراحل من التجارب العلمية. ده لو بناخد دواء 7 مراحل، العمليات الجراحية، البحث العلمي بيخضع لمجهود رهيب جدا لا يمكن اختزاله في عصاية أو فكاكة أو حاجة هميوني. وعايز أقول لكم لو السحر هيفيدكم كنا تعلمناه. ليه؟ احنا بنتعب قوي عشان نوفر لكم إمكانات وأساليب علمية دقيقة ما تخرش المية. طب بتخر المية ليه؟ حاجة من اتنين، إما إن انت جيت متأخر للدكتور، يعني المريض اللي عنده مشكلة في العمود الفقري إما راح متأخر قوي يا إما راح لحد غير متخصص. وإحنا بقى مش هنلوم البشر بقى ونقول طب ما فيه في الأطباء ناس بتنصب، طب ما في كل ده البشر. احنا لن نستطيع ان نحارب كل الجهلة، ولكن نستطيع ان نحارب الجهل بايه؟ بنموذج يحتذى. دايما بقول لولادي اللي بعلمهم الديانة الاسلامية انتشرت في الشرق الاقصى بامانة التجار المسلمين. كذلك الحال ايام المسيح، اتباع المسيح الاخلاق بتاعتهم هي اللي نشرت الديانة المسيحية، حتى ان امبراطورية كاملة تتبع هذه الديانة بسبب اخلاق الناس وهكذا. العلم اقترن بالامانة والاخلاق واتقان العمل. ودائما في قرآننا الكريم ربنا بيدي اجر للمتقين وبيدي اجر للمؤمنين وبيدي اجر لكل شيء، لكن الاجر الاعظم لمين؟ للمحسنين. وتجد في كثير من الايات ان الجزاء الاعظم للمحسنين. من هو المحسن؟ اللي بيتقن عمله الى مرحلة ان هو يبقى من رأيي انا منافس عالمي. اعمل عملية النهاردة، كل عملية انا بعملها اضع فيها من المجهود اللي يكفل لها انها تبقى بتنافس على مستوى الدنيا كلها. وده هو العمل الباقي اللي هيقعد لنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يتوفانا. ما هو كله هيروح، مفيش حاجة بتفضل غير انك يبقى عمل صالح ينتفع به، علم صالح. المبدع العبقري استاذ احمد الشقيري كان له مجموعه من الحلقات حول الاحسان، هو من افضل من شرح الاحسان في المعنى الحديث، واعتقد انه اداله صور كبيره جدا في العالم، العالم كله، فكره الاحسان، احسان في العمل. صحيح. يعني ايه الاحسان في العمل؟ الاحسان احنا في على المستوى البسيط بناخد الاحسان يعني اللي هو ايه، ان انت تحسن لحد يديله فلوس او بتاع. لا لا، الاحسان معناه اكبر من كده بكتير. طبعا الاحسان اتقان في كل شيء. الراجل اللي بيعمل بيشتغل في الاكل نفسه لو هو عنده درجه احسان هيبدع. اللي بيعمل ال يعني المخلفات، الاحسان
هيبدع، اللي بيعمل الاسفلت بتاع الطريق. عايز اروح للاحسان في معنى مهم جدا في جراحات العمود الفقري، وهي الجراحه الملاحيه. الجراحه الملاحيه صوره من صور الاحسان، الاتقان اللي هو بنقول عليه الاتقان المبدع، اللي انا بشوف كل حاجه، باخد بالي من كل غلطه. الجراح الشاطر دائما متمكن قوي، ولكن مش مغرور. مش مغرور بمعنى ايه؟ ان انا بسال نفسي 100 سؤال، السؤال ده بساله لنفسي في كل مره، لو انا عملت الخطوه دي للمريض هتنجح؟ طيب اه ولا لا؟ لو اه، ايه الدليل على انها هتنجح؟ عملتها قبل كده ونجحت؟ عملتها قبل كده 20 مره ونجحت؟ ليس بالضروره ان انا عشان عملتها 20 مره ونجحت تبقى تنجح، ولكن دايما بسال نفسي السؤال ده ليه؟ عشان لو انا هفيد المريض بخطوه فوق الخطوه او خطوه دون الخطوه او بحاجه تانية غير اللي بعمله ده، افكر ان انا اعمله. وعلى فكره البحث العلمي، واحنا طبعا اساتذه في الجامعات، لما بنتكلم على البحث العلمي، البحث العلمي الحديث النهارده بينصب في جزئيه كبيره جدا منه على اعاده التساؤل حول مفاهيم راسخه وثابته في الطب، وبنعيد النظر فيها ونعيد البحث فيها بالاسلوب والتقنيات والادوات الحديثه. يعني اديني فكره، مثلا الارض كرويه، ده مفهوم علمي. طيب النهارده بيبقى السؤال الارض كرويه ولا لا؟ احنا اثبتناها من 100 سنه ولا من 200 سنه ولا من 1000 سنه؟ بنعيد اثباتها باستخدام التقنيات الحديثه ان الارض كرويه، ده مفهوم وحاجه مسلم بها. ولكن ليه بنعيد اثباتها؟ احنا بنعيد الكلام في العلم بالطرق الحديثه ليه؟ لان النهارده انا كنت بعمل خطوه ومسلم بان الخطوه دي هتفيد المريض 100%، ماذا لو اجرتها بطريقه مختلفه احدث وافضل واوفر، ممكن تبقى مفيده اكتر واوفر في الوقت واوفر في المجهود. الجراحه الملاحيه بتنصب على ان انا هوصل للي بوصله بالعين المجرده في وقت اسرع من العين المجرده، هوصل لمعدل الاتقان في العمليه الجراحيه كاني عملت العمليه وعملت اشعه في اثناء ما بعمل العمليه، عشان اثبت لنفسي واثبت ان انا شلت الحاجه اللي انا داخل اشيلها، سواء كان انزلاق غضروفي، سواء كان ورم، سواء كان تعديل او تثبيت او تقويم للعمود الفقري. ايه اللي هيقول لي الفرق ما بين اللي كان عند المريض واللي انا فيه باللحظه وبالثانيه وبالملي؟ هو الجراحه الملاحيه. بستخدم وسيله مراقبه تعيد لي تنظيم الامور لحظه بلحظه، تديني الثقة في اللي أنا بعمله، تخليني أعمل اللي كان ممكن ما أعملوش بالعين المجردة أو بوسائل الجراحة الأخرى، وتساعد كل الوسائل الأخرى في أن أنا أصل إلى معدل نجاح للعملية الجراحية. والأهم أن أنا ما اخترقش حاجة من الوسائل الدفاعية اللي ربنا عاملها للمريض. يعني أشيل غضروف من غير ما أشيل عظم من الفقرات، استقص الورم من غير ما افتح فتحه كبيره تؤدي الى تدمير العمود الفقري، وهكذا وهكذا. عندي دايما برضو لما الحوار يكون على الجراحه الملاحيه ثلاث طرق، ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول هو الاتجاه الذي لا يعلم شيئا عن الجراحه الملاحيه وما عندوش التولز بتاعتها، فبالتالي يرفضها تماما، يرفضها ويقول انها نوع من المبالغه والى اخره وتكلفه زايده على المريض لا داعي لها. والاتجاه الثاني اللي هو ربما عنده هذه الجراحه فيقول ان هو بيعملها لكل الحالات، اي حاله تدخل انا اعملها جراحه ملاحيه. برضه ده اكستريم اعتقد. وفي الطريق الوسط اللي هو الجراحه الملاحيه الموظفه لمن يستحقها في الحالات التي تحتاجها. عايز حضرتك ترسم لنا خريطه الثلاث اتجاهات دول. دائما الاعتدال في كل شيء هو الصح. ما اقدرش ابقى بستخدم حاجه وانصب على استخدام الحاجه دي. انا بستخدم وسائل كثيرة جدا في العملية الجراحية لأني بحارب مرض، وفي الحرب أنا بستخدم تقنيات وأساليب ووسائل كثيرة جدا جدا علشان أكسب الحرب. أنا بحارب مرض، بحارب ميكروب، بحارب ورم، بحارب غضروف، بحارب تشوه فقرات، بحارب كل مكان معايا أساليب ووسائل كثيرة جدا استخدمتها، كل ما كنت أنجح في معركتي. ومش بس كده، ده أنا ممكن أخلص المعركة اللي بتقعد 6 ساعات في 45 دقيقة تلت ساعة. ليه؟ ما أنا معايا وسائل مساعدة كثيرة جدا، وكل ما تعددت هذه الوسائل كل ما تعدد قدراتي، وبأصبح بدل ما أنا بشتغل بإيد أنا بشتغل زي الأخطبوط بأزرع متعددة.
بستخدم دي عشان توفر لي وقت، بستخدم دي عشان توفر لي حجم الجرح بتاعي، بستخدم التقنيات دي علشان ما استخدمش فتحة كبيرة المريض ينزف اضطر انقل دم او اقعد فترة على ما سيطر على النزيف ده في العملية، ضيعت من وقت المريض نص ساعة تلت ساعة بياخد فيها بنج، البنج بيأثر على الأجهزة وهكذا. وبالتالي كلما تعددت استخدامات التكنولوجي كلما تعددت الفائدة. ازاي ندمج المناظير والجراحة الملاحية؟ دائما بقول ان انا في اوضه العمليات معايا خطوط دفاعية، بستخدم الخطوط الدفاعية دي في ايه وازاي، دي حاجة بتفصل وترتب وتبنى زي السيناريو المسبق مع كل عملية انا بعملها. النهاردة انا ممكن استخدم المنظار ده في خطوة واحدة، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوة واحدة، ممكن استخدم الليزر في خطوة، ممكن استخدم طرق التفتيت بالموجات الصوتية في العملية او لا استخدمها. لكن مهم جدا ان قبل ما اعمل العملية، وده اللي انا اتعلمته من الجراحة الملاحية كوني انا الدكتوراه بتاعتي وشغلي كله في الجراحة الملاحية، ان في حاجة ما يسمى بالسيناريو المسبق، ان انا بحط بروتوكول عمل، بحط خطة عمل للعملية بتاعتي لعلاج المريض بشكل عام من أول العملية إلى نهاية بالعلاج والعلاج التأهيلي والرياضة والتمارين. قبل ما أبدأ أعمل عمليتي لابد أن أنا يبقى عندي بروتوكول عمل، خطة عمل، دراسة مستفيضة عن حالة المريض، أدمج فيها كل هذه الوسائل علشان أصل إلى أن أنا بعمل عملية جراحية ناجحة بكل ما تعني كلمة ناجحة. يعني ايه نجاحه؟ ان انا قدرت استأصل او اعمل استأصل ورم او الغضروف او اعمل تقويم او تثبيت للفقرات بالشكل الناجح اللي انا عايزه، وصورت صورة داخل العملية ادتني النتيجة بتاعتي في التو واللحظة، وقارنت النتيجة دي باللي كان موجود عند المريض قبل العملية. لا والأهم من ذلك ان مش بس كده، اختصرت وقت طويل جدا في اجراء العملية، كان هيستغرق المريض ده 6 ساعات أصبحنا بنستخدم 3/4 ساعة. ده معناه إن أنا استخدمت بنج قليل، ده معناه إن أنا كمان مش هقعد المريض في وضع العملية بشكل كبير. الحاجة الأهم من ذلك إن أنا ما اخترقتش الخطوط الدفاعية، مش هخر دم، مش هنقل للمريض أكياس دم، مش حاجات كتير جدا جدا اختزلتها الجراحة الملاحية ووضعت المريض في المكان الصحيح في أسرع وقت. في سؤال مهم قوي عايز اساله، مش انا اللي اساله، ناس كتير في مصر لازم تاخد بالها من الحكايه دي في الوقت الحالي. تعالوا نسمع سؤال الشارع لمنطقه مهمه جدا في حياه الكثيرين الان. ازاي الواحد في الجيم يحافظ على ظهره، يعني في العمود الفقري مثلا انزلاق او اي حاجه، عشان بيبقى فيه اوزان تقيله والعاب بتبقى الواحد بيبقى موطي وكده، ازاي بقى الواحد يقدر يحافظ عليه؟ اعتقد انه في حالات كتير بتجي لك مشاكلها كانت في الجيم. تقريبا ما فيش اسبوع بيعدي الا بعمل عمليه لشاب تعرض لانزلاق غضروفي بسبب الممارسه الخاطئه للرياضه وخصوصا الجيم. والاصابات الرياضيه جانب مهم جدا، وعلى فكره هو ده الجانب اللي بيكبر لنا نسبه الاصابات في العمود الفقري في الاونه الاخيره. خدوا بالكم الاحصائيات بتقول الكلام ده على مستوى العالم كله مش عندنا بس، وده مهم جدا. عندنا مهم جدا في ايه؟ هو بره بيبقى نتيجه ان هم بيرتدوا مجالات الرياضه بشكل اعنف شويه وبيعملوا حاجات مجنونه شويتين. عندنا بيحصل الكلام ده نتيجه ان احنا عندنا الفكاكة عالية جدا، يعني بزعل قوي والله بزعل. بلاش الإنسان المصري الهميوني اللي هو يعني بيعمل جيم، بيروح الجيم هو عاوز يعمل إعداد لجسمه ويطلع بشكل فظيع، يعني موديل في 3 أسابيع. ما فيش موديل في 3 أسابيع، ما فيش حد بيوصل لمعدل انه يبقى عنده فتنس عالي جدا في مدة قصيرة زي ما بنعمل. ونروح بدل ما نلعب التمارين في نص ساعة او ساعة الا ربع او ساعة او ساعة، يعني ايا كان الوقت اللي يليق بجسمنا، بنتعافى على نفسنا ونفتكر ان احنا كده هنعمل يعني عضلات في وقت ضيق، وده غلط.
محك هذا الأمر. أنا مش متخصص في الرياضة ومش رجل رياضي وإن كنت أمارس الرياضة جيدا، ولكن بقول دايما أن أنا علشان أقدر ألعب كويس لابد من إعداد جيد جدا. المدرب اللي مش هيقولك الكلام ده ما تسمعش كلامه، وبالذات لأولادنا الصغيرين. عايز تلعب رياضة لها أصول لها قواعد، أهم حاجة في الرياضة الإعداد الجيد. وافتكر كلمتي دي وانت داخل الجيم، انك قبل ما تلعب اي رياضة لازم بتسخن على التريد ميل لفترة، ولازم ولازم ولازم. والكلمة التانية بقى خدوا بالكم، كتير من مدربي الجيم للأسف عندهم منزلقات غضروفية. هم كتير هم نفسهم تعرضوا. نفسهم تعرضوا. فإحنا ناخد بالنا، ولما نلعب نلعب بالطرق والأساليب الصحيحة، علشان مش بس في الجيم، في اي رياضه ايا كانت. يعني قبل ما نمشي خالص بقى لازم اوريكم بقى بعض التهورات، التهور مش بس في الجيم، تهور في الحركات، تهور في انه عدم تقدير خطوره الوقعات. يعني الوقعات اللي هنشوفها دلوقتي كلها يندرج تحتيها، او يعني تمشي تحت اطار انا اتهور وادفع الثمن غالي. مقابل ايه التهور ده؟ مقابل ان اتصور، مقابل ان حاجه لا، بس دي وقعت يعني مش ناس في التلج بقى وبتاع، بس في ثانيه اهو، يعني في ثانيه. وطبعا الكعب العالي بيلعب دور هنا، والستات يعني هنا مفيش كعب عالي، بس طبعا هنا مجموعه في ثانيه الوقعات بس ده كله في التلج يعني ما يعني ده كله. هنا بقى الاخ المتهور ده بتنط انت، يعني ليه بتنط النطة الغريبة دي؟ ليه؟ ممكن التمن برضو هنا التلج لعب دور مهم في كل هذه الوقعات، لكن في وقعات تانية بقى بتبقى التهور لعب فيها دور كبير. تنورتنا وشرفتنا النهاردة، أسعدتنا بهذا الحوار الممتع كالعادة، والمتنوع ما بين الجراحة الملاحية والمناظير ودور الجراحة الملاحية والعمود الفقري وما شكله فسحة جميلة في العمود الفقري. نورتنا دكتور يسري. شكرا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والمدير لمستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصة الاسم العريق، كان ضيفي في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.